تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. ترحب بكافة المستمعين الكرام على أتي راديو بلوس، أنتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضة ولحظات تواصل مع المستمعين الكرام. غير الموضوع اللي بغيت نتحدث عليه، يعني من خلال الشيء اللي قريت البارح، كنوا على يقين بأنه الناس قرأت تعليقات كاملين، يعني ما بيدون، يعني ما عنديش إشكال، لأنه صعب أنه الإنسان تلقى بأنه كل شيء يقول لك تبارك الله عليك، والبداية التي لاحظ كي اللي عنده، كاين اللي عنده حكم مسبق ما نحيدوه له شيء، وكاين اللي عنده مثلا يعني واحد نوع من كسميها ما متفقش على واحد الراي، وكاين اللي بغى لما نعطي واحد الراي يكون تيناسبه، ولا كان ما تيناسبوش غايقول لك لا هذا يتحيز هذا الفريق او هذا الفريق. انا غير بغيت نقول واحد القضيه، لما واحد يتكلم على شي حاجه، لما تتكلم على شي حاجه، شي حاله، على شي فريق ولا على شي حاجه ولا على شي مسؤول، تيقول بانه دار ودار ودار ودار، يمكن كل واحد تيهضر من المعرفه ديالو، شي المعرفه ديالو مول 25 سنه، تيهضر على هذه 6 سنين ولا 7 سنين، يعني في الوقت اللي بقى تيفهم في الكره وفي هادشي، ملي كان عنده 16 سنه مثلا، مول 30 سنه تيهضر على واحد الحقبه زمنيه، مول 40 وهي غدا الامور، والاغلبيه بالنسبه للشبان ديالنا من حقهم يدافعوا على الفرق ديالهم ويشوفوا بان واحد المسؤول تيظلمهم ويعبروا عليه، ما كاين حتى اشكال. في كاين الاشكال بالنسبه لي انا نهضر على راسي، انا بحكم السنين اللي خدمت في الكره، وانا راه ما هي ما موجهه لشي واحد، غير تنعطي واحد الصوره واضحه باش كل شيء يفهمها، الا حتى هذه اللي غنقول ما اقتنع بها حتى شي واحد، ما عندي ما ندير، غالب الله انا بديت الكره تنفهمها ماشي تنفهمها، تنشتغل فيها من سنين بالضبط من 78 كصحفي محترف، ولكني عارف الكره من السبعينات، من السبعينات وانا عارف الكره وحاضر لها الاكثر من هذا، يعني بعد ما وليت في الرياضه وليت داخل في الكره بشكل كبير، وخدام في التلفزيون اللي هو مؤسسه عموميه مفروض فيها الحياد، وحاولت نحافظ على واحد الحياد. هادشي فين غيقودني؟ غيقودني انه ماشي واحد تيعيط وتيقول بان واحد المسؤول دار ودار، تنقول اودي هاد السيد هذا تيدافع على واحد الفرقه، هاد السيد واش عارف بانه التاريخ ديال الكره دائما كانوا مسؤولين ديال الفرق هما اللي تيسيروا، راه الفرق ديالنا كلهم كانوا تيسيروا، ماشي شي واحد اللي عاد جديد لاول مره، من نهار اللي كنا عندنا الفرق ديالنا اما كتيب عام واما نائب رئيس، بمعنى ان وثانيين هاد الفرق هادي انا عش معاهم وعارف فرق اللي فازوا في مباريات باخطاء تحكيميه، وفرق ظلموا طبعا باخطاء تحكيميه وكانت محدده في مسار ديال البطوله، غير انا عمري ما نسبتها بانه هذاك الفريق اللي استفد من خطا تحكيمي جا بناء على تعليمات ديال واحد السيد اللي كان مسؤول في الجامعه، تنقول ود باخطاء تحكيميه وارده، الى غلط الحكم غلط اليوم، الى غندير الخطا ديال اليوم ونقول بانه بناء على هذاك اللي في الجامعه، سيدي انا غنرجع للور حتى انا وغنقول اودي انا حضرت واحد المقابله في 76 لعبات فيها هادي مع هادي، وكان فيها الحكم فلان ونعطي السميه وبريم هذا هو اللي ربح، واش غنقول بانه في ذاك الوقت كان الرئيس هو فلان؟ ما نقدرش، علاش ما عنديش معطيات ديال انه هاد الناس يدخلوا، راه هذا هو اللي تيخليك الواحد تحصر. اليوم الى غنقول بانه هاد السيد هاد كان بيز ديواجهه الماء، راه ماشي دفاع عليهم، انا تندفع على راسي باش نقول اودي ها علاش ما تنبغيش ندخل في شي امور. الا شي واحد قال لي واحد القضيه تنقول انا عارف هاد الفرقه، هاد السيد تيهضر على فرقته، ناخذوا الرجاء والوداد ياك هما اللي فيهم النقاش. انا الا جيت اليوم واحد تكلم على الرجاء وتحدث على الرجاء وقال اودي انا تظلمت، ماشي حتى تظلمت، قال بانه واحد السيد من الوداد هو اللي ظلمني. ايوا انا في الوقت اللي كانت الرجاء مسؤوله في الجامعه كانوا احداث، ولكني عمرت ما قلت بانه الناس الرجاء هما اللي داروا هادشي، هذا عادي جدا، هادشي هذا ما تندخلش انا هادشي، الا كان الجمهور بغى يحسب هادشي يحسبوه، ولكني انا ما ندخلش، علاش؟ لاني دخلت في هادشي هذا غنتعايب مع الجمهور ديال الوداد ومع ديال الرجاء، وانا باش نربح عندي انا 40 عام وانا خدام باستقلاليه تامه، ما خصنيش واحد الوقت اليوم انا رجاوي ولا ودادي، انا ما رجاوي ودادي، انا معاهم بجوج، انا مع الحق، ولهذا لما تسمعني تنحصر شي واحد تنقول له دير عفاك هضر ليا، حيت ما باغيش ندخل، لان الا قال لي واحد الكلمه انا عارفه بانه يمكن عنده 30 سنه ما عارفش،
الا جا هو قال لي بانه حنا تظلمنا، نقول له ما تظلمتيش انت، انا نعطيك واحد القضيه 86 بلي مراه وبلي مراه وبلي ما استفدتي من واحد الكره ما كانش عندك فيها الحق، اش يقول لي ما عرفهاش؟ هو انت ما عرفهاش لازم يعني ما تهضرش غير على الفتره انت اللي عارف، حيت الكره بدات في 2000 والكره بدات في 1985 الكره بدات 57 داك الفتره اللي 10 سنين اللي ما عارف شيء انا قرينا عليها وقالوا الناس عليها، قالوا لي الناس عليها وحكوا لي وشكون اللي كان تيستفاد وشكون اللي كان الاستفاده من عند طرف الحكام ليس بين على تعليمات غير هكاك. اذا حاليا الان كما تنهضروا دابا على حاليا انا تنتفادى، ولكن الا بغى شي واحد يقول هذا الشيء شي منبر اخر ولا يقول على راسه ما كاين حتى مشكل، انا ما تنقدرش نسمع هذا الشيء. لازم نقول دابا انا عارف دابا نقول له بلي مرات الاخرين ما كنعطي في الامارات، هاد الامارات راه ماشي بانه هذوك المسؤولين اللي كانوا عنده في الجامعه هما اللي داروا هادشي هذا، لا انا اخطاء تحكيميه صافي هادشي اللي كاين، وهاد المسؤولين تنهضروا عليهم منزهين باش يمكن يديروا هادشي هذا. ما انا كلهم انا شعرت انا في الفيداد، انا عرفت غير المرحومين الله يجزى عليهم رحمات، اول واحد عرفته سي عبد الرزاق مكوار ونعم الرجل تجلس معاه تستافد معاه بوبكير جدايم الله يرحمه وسنتيسي، هادو هما ثلاثة اللي عارفين الرؤساء ديال الوداد. مع اللي جلسي معاه تسد معاه وتجلس معاه وكنا تنجلسوا وتتناقشوا في اخطاء تحكيمية بسيطة جدا، ما عمرني قلت له انت ملي كنت نائب رئيس الجامعة درت، لا ابدا ما عندناش هذا المنطق. بالنسبة للرجاء بدءا بالمرحوم السمدالي نعم الرجل من الوزراء الكبار اللي خدموا في الرياضة في البلاد، عرفت الرتناني عبد القادر الحاج حانات غلام صويري عمور، هادو ناس اللي قسي معاهم تتقول له ديوش هذا غيقول الحكم ربحني ولا خسرني، مستحيل. الا شي وحدين بغاو يحابيوهم شغالتهم، ولكن عمري ما دخلت انا هادو رقصنا معاهم واشتغلنا معاهم خصوصا حانات وغنم، كنا تنهيئوا اتفاقيات كيفاش ينقلوا مباريات وكيفاش تنستافدوا كنا تنتعلموا ديك الساعه تنتعلموا ما يسمى بالحقوق ديال النقل التلفازي، هادشي هو اللي كبرنا مع هاد الناس هادو. اليوم غندخل انا في ضربه جزاء باش بيلانتي عيطوا لهذا عيطوا للحكم عيط الحدقه، ما بغيتش ننزل هاد يعني كبرنا مع هاد الناس هادو هما اللي كبرونا وكبرونا واحد اللعبه، وغنجيو ندخلوا اليوم انا غندخل في واحد الصف ديال انه تيكره الرجاء تيبغي الرجاء. الله ودي نهى الرجاء نعس مع احسن الايام ديالي انا مع الرجاء وحتو مع الوداد ومع الجيش مع الكوكب، راه هادشي هو اللي كاين، راه هادشي هو اللي كبرنا ما كبرناش غير المشاكل. اذا غير الاخوه الله يجزيكم بخير، انا لا ضد الرجاء ولا ضد الوداد ولا ضد الفتح ولا انا يعني اللي تيخليك انك تكون عندك مصداقيه نهار اللي كنا تنديروا مباريات، نهار اللي تتنتقد، نهار اللي تتكون الفريق ديال الرجاء خصو يتنتقد تنتقدوه، ونهار اللي تنمدحوه نفس الشيء بالنسبه للوداد بالنسبه للجيش، هذو هما الفرق الكبار اللي في واحد الوقت يعني هما اللي كانوا مسيطرين، هذا هو اللي خلانا ماشي دائما، وهذا الشيء هو اللي تيخلي واحد تيقول شوف من الاحسن ما تبينش الانتماء ديالك، الا بتي الانتماء ديالك حتى ولو تكون حقيقي تقول شي كلمه ما غتقبلش منك. ولهذا رجاء انا ما بغيتش يعني نمشي اكثر من هالشيء هذا، تظهر لي بان حاولت نلخص راه كل شيء كانوا مسؤولين في الجامعه، واي واحد بغى يقول لي بانه احنا مظلومين ولا شي حاجه، انا راه عندي التاريخ وعارف وراه كنت في التلفزيون واحد المده طويله وغير القناه الاولى، سولوا الحمراوي عبد الرحيم نهار المشكل ديال الجيش مع الرجاء نهار اللي انسحبت في الرباط، شكون اللي لقى في جنبه؟ ما لقاش الا التلفزيون في ذاك الوقت هو اللي عطاه الحق. فباش ما نكونوش عاوتاني اليوم غادي نقول لك شتي هنا ولا هنا، ما خصناش حنا هذا الفضاء اللي داير هنايا نحولوا الى واحد الفضاء ديال انه غادي نوليو هاد الجهه هذا. تنحاولوا راديو بلس بغى يكون واحد راديو تيحاول انه يسمع للناس بمصداقيه، هذه الكلمه ديال المصداقيه بغينا تكون عندها المصداقيه، هادشي اللي كاين. ما انا مع هذا ولا مع هذا، ما انا غنقول هذا اللعاب مزيان باش يشري هذا اللعاب، ما انا اجون، ما انا باغا نكبر لهذا ولا نطلع لهذا، نهائيا 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 اخوان، يعني غير باش نكونوا متفقين، واللي عنده شي راي مسبق يحتفظ به، ما تنقولوش بدلوا الراي ديالكم، انا غير تنقول هاد المقدمه كنت قلت بان ضروريه خصني نقولها باش ماشي واحد الوقت، لانه اليوم انا ودادي غدا شنو خصو ندير؟ يعني ننتقد الوداد باش نولي رجاوي؟ لا، انا من نهار اللي كنت وانا مع الوداد مع الرجاء كل اللعابه كلهم يعني كونوا على يقين، صداقه عندي مع اللعابه ديال الوداد والرجاء من اروع ما يكون، خصوصا ديال الفريق الوطني، ما عنديش اشكال. الان نتواصل للان اليوم هذا، اليوم هذا، فرجاء
ما خصش انا شي واحد اللي يقول بانه ولا ان نحارب هذا ولا هو. وما اضافه لكون انه ما عنديش يعني الرغبه باش نبقى واحد يسمع شي حاجه في شي قنت او يقراها ويجي هنا يرد. علاش تضبع كله يرد في المجال ديالو؟ انا الا قلت شي حاجه اللي ما نسبتكمش يجاوبوني ونتجاوب معاك، حتى واش قلتي بلي ما راه وقلتي وقلتي وقلتي. ومن عاده انا ما عمري تنتقد، لانه هادشي ديال الانتقاد ديال 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 المسؤولين وهادشي هذا ما عادي. اللعابه تهضر مع اللعابه الكويريه وزيدون حتى الكره مين تبغى نهضروا فيها. انا تنقول شوف اللي بغى يهضر على الكره وبغى ينتقدها وبغى يهضر على الفلسفه ديال اللعب كيفاش، الا ما لعبهاش هي غير الله يجزيك بخير قول اودي لعبوا مزيان وصافي. اما اللي يلعبها هو اللي غيحس بها هو اللي غادي يعرفها. يعني باش انسان يكون محلل ومثلا يعني يهضر معك على الطريقه ديال اللعب، الا ما لعبش هي الكره وحس بالضرب ديال الكره وطلع مع جوج ديال اللعابه وتحلت له الجبهه ديالو ما غايقوليش لعب الكره، ما يمكنلوش يهضر على هادشي. هذا خصك تحس به وتعرفه. ولهذا نتمنى نكون بلغت بدون يعني بدون راه ما كاين. انا بالطبيعه ديالي تنتكلم بهذا الشكل هكايا، واي حاجه يعني حتى اللحظه ديال البارح ديك ديال الفاصل الموسيقي راه عادي في التلفزيون في العالم، راه كاين برامج اللي تيتوقفوا. راه حنا ميران وكنا غنسجلوا برامج باش جناهم شي علاش، وقع خلاف بين المتدخلين عادي. ولهذا ما كاين لا حقد ولا كره ولا بغض ولا حتى شي حاجه، فحنا تنشتغلوا بروح رياضيه. نقدم الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج، وان كان بزاف ديال الاخوان تيعيطوا من الان. الارقام ديالنا هي 0526660066 او 0760 او 0860. 0526660066 ولا 067 ولا 068. في الواتساب 0662623048 0662623048. مكالمات كثيره رجاء باختصار باش نوصلوا الافكار ديال 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 الجميع. سي خالد بن فاس. سي خالد مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. عليكم السلام سي خالد، مرحبا. انا سي سعيد فايد دويت معاك، ندوي واحد النقطه قصيره على المغرب الفاسي مع الجيش وندخلوا في المنتقد. هادو جوج نقط عندي. كنت دويت معاك الاسبوع اللي فات سي سعيد. انا تسمعني سي سعيد؟ تسمعك تسمعك يا سيدي. سي خالد تفضل. سي خالد. خالد سيدي تسمعني؟ تفضل تسمعك. سي سعيد كنت دويت معك السيمانه اللي فاتت الاسبوع اللي فاتت على المقابله المغرب الفاسي والجيش الملكي، وقلت لي وقلت لك على الماتش بلي غادي يكون، قلت لي ننتظروا نشوفوا شنو كاين. قلت لك راه الجمهور، كنت قلت لك راه الجمهور ما بقاش الجمهور اللي كان ديال الثمانينات. هي من بعد فجات الحديثه ديال المباراه. نقطه ثانيه الشغب اللي وقع وهادشي، ونتمناو من الله ان هادشي يدور تكون غير سحابه عابره. ان شاء الله ان شاء الله سي خالد ان شاء الله. راه مثقف وواعي وتيفهم في الكره، ماشي شي جمهور اللي غير وقع سوء تفاهم وقع الاغلاط. حنا سيدي في هذا المنبر تنبغيوك، هذه سنين ماشي عندنا بس سي سعيد، وتنعرفوا النزاهه ديالك. كما كناش نعرفوا النزاهه ديالك ما نعيطولكش في هذا البرنامج. نعم سي خالد. على راديو بليس. وواحد النقطه بغيت ندوز لها سي سعيد ديال المنتخب. المنتخب سي سعيد نعطيك واحد النقط ديالي اللي تنحس بهم انا على المنتخب. اسيدي ذاك بزاف اللاعبين ما تيلعبوش في المعسكر ديالهم، منهم الجناح. راه حنا ذاك الجناح الايسر ديال اللي فيه ماسينا ما تيلعبش دابا، راه تخلوا زاد الايام، ولكن ذاك ماسينا راه ما تيدخلش. جابوا مدرب جديد. انا نتبع الكره العالميه. اي اول الزمن انا برصاوي بالدرجه الاولى. عاد جي الماتش واللاعب والفرق ديال المغرب كاملين تنحبوهم. ويمكن يمكن على هذا الاساس باش عيط لعطيت الله. يمكن وهو عندنا سعيد خلل في الوسط، حيت اللعيب المرابط مع احتراماتي ديالو ثقيل شويه ماشي بحال يمكن انا تنظن جبران يمكن له يلقى بلاصتو يلقى بلاصتو بدنيا مزيان. مرابط ثقيل شويه في اللعب ديالو كوايري، ولكن ثقيل في اللعب ديالو. يمكن ثقيل في اللعب ديالو، ولكن ممكن يكون هو المحور. يمكن يكون محور، ولكن في روتين انا ما تيدخلوش رسمي. انا تهضر على حي جبران. انا اتحدث على جبران سيدي خالد. جبران كوير سي سعيد. ايوا يكون خير سي خالد. يلا شكرا لك سي خالد، بارك الله فيك. مشعل سي زكريا من الرباط. سي زكريا مساء الخير.
السلام عليكم سي سعيد بخير. الله يبارك فيك سي زكريا. الله يحفظك سي سعيد، تحيه ليك والتاريخ ديالك راه كيشهد عليك، ما تحتاجش تبقى تبرر شي حاجه. لا ماشي تبرير، لا ماشي توضيح، كاين اللي ما كاين اللي ما تيعرفك شي وكاين اللي يعني ما الله. شوف انت سي الدوق معروف تاريخيا، سي بدر الدين الادريسي، الناس ديال الكره اللي معروفين. لا لا يخطيك، بارك الله فيك سي زكريا، تفضل. بالنسبه للنقطه سي الدوق بغيت نهضر معك عليها، هي ديال داك الشيء اللي كان وقع ديال الجيش ديال الجمهور. بغيت نوصل واحد الميساج، انا كرجاوي شوف الجمهور راه حنا خوت كاملين بحال بحال، انا كنمشيو كتفرج في كوره. انا دابا والله الا ما بقيتش كنمشي للتيران على وديت هذاك الشيء اللي كيوقع. معك بالاسف. بالنسبه لهاد الدراري هادو راه ضحيه ديال واحد المجموعه، ديال واحد المجموعه كيستافدوا ماديا، خصهم يعيقوا بلا ما كيستافدوا ماديا، كيزيدوهم القرقوبي كيتباع، الحشيش كيتباع، كل شيء كيتباع، كيمشيو مساكن ضحيه. ويلا والله الا جابتني الاقدار كنت حدا العرجات شي حوايج، بقيت كنبكي، ما عجبنيش الحال، ما كذبش عليك. الناس مساكن باقي ما عندهاش الحق تشوف ولده وجايه وكتزوج وفهمتي، وكاين دراري مساكن ما داروا والو، انا متاكد، انا عارف التيران وعارف شنو كاين، كاين دراري راه ما داروا والو مشدودين، وكاين دراري داروا هربوا منعوا راسهم، هذا هو الاشكال اللي كاين. بالنسبه للمنتخب بغيت نهضر معك في المنتخب، بالنسبه للناس، الناس اللي كيهضروا على المنتخب دابا خصكم تعرفوا بان هذا المدرب هذا ما غاديش، ما بزاف ديال الهضره، شوم الرحيم ما يكونش، شوم بزاف ديال اللعابه ما يكونوش. الناس اللي كيقول حقا كيلعب في الامارات ولا في العين، راه فالديفيا كان كيلعب في الشيلي، راه دا كوبا داها لميسي، فالديفيا كان عميد ديال الشيلي وكيلعب في العين الامارات، باش الناس تعرف هذه القضيه. الدوري الاماراتي ولا قطر ولا هذه راه ما غاديش يهضروا عليه، الناس راه ما كيبقى، راه كاين لعابه كيلعبوا في هولندا وفرنسا، يجوا لقطر ولا الامارات راه ما يديروا والو. يلا شكرا لك سي زكريا، شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. السي حميد من الدار البيضاء، السي حميد مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي حميد. تحيه لك وتحيه لك مستقبل المكالمات. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. هذا الاسبوع كان اسبوع الزواجية المهم. ما كاين مشكل. ما كانش سي سعيد في واحد النقاط هامشية، لأنك البارح اتهموك بأنك تناقش الأمور الهامشية. عندي بلا واحد الطلب للمستمعين. واخا ما نحجر على لا رأي حتى شي واحد، ولكن يعرفوا راسهم بأنه راه ملي كيتصلوا بهذا المنبر الحر راه كيتصلوا بواحد القيمة وقامة إعلامية كبيرة. راه حنا اللي عايشناك وحنا اللي كبرنا معاك. ما كاين مشكل. لدرجه ان الانتماء ديالك اللي بغى يعرف الانتماء ديال السي سعيد، السي سعيد هو الانتماء ديالو مغربي. اي كيعشق كل ما هو مغربي وكيموت على كل ما هو مغربي، لان راه من 8 الحمد لله حنا كبرنا معاك. انا السعيد. تسمعك سي حميد، تسمعك. عندي جوج نقاط، النقطة الأولى وهي كيفية المحاربة ديال الشغب. الحل كاين بين جوج الناس، جوج أطراف. الطرف الأول هو اللي جوج أطراف. من اي الترا ديال اي نادي صدر واحد البلاغ دير فيه الشغب والانواع ديالو، ودعوا لتشجيع، دعوا للمنضوين تحت اللي يشجعوا الفريق ديالهم ويحترموا المنافسين ديالهم. والطرف الثاني هو الجامعه، لان اللي نتمناه ما تبقى تسهل مع حتى شي واحد، لا مسؤول ولا جمهور. اي مسؤول قال شي راعي اللي كيهيج الجمهور يتحاسب. يتحاسب. هذا الشيء اللي كاين. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية هي النقطة ديال المنتخب الوطني. المدرب عنده واحد القناعات ما يمكنش نغيروها، لذلك ما علينا إلا نساندوا المنتخب الوطني والحساب يكون حتى الآخر، ونتمنى إن شاء الله أن المنتخب الوطني يتأهل، ولكن نتمنى أن الجامعة تشوف تقلب على شي مدرب، لأن واحد واخا نوفر كاع تأهلنا راه ما غاديش لنا كأس العالم. نتمنى شي مدرب إن شاء الله المنتخب الجديد ويصلح هادشي. واشكر لك سي سعيد، بارك الله فيك سي حميد، بارك الله فيك. مشي عند السي مبارك من الرباط. سي مبارك مساء الخير. مساء النور سي سعيد، انا مرحبا. مرحبا. واليوم انا بغيت نتكلم معك غير على واحد، بغيت نسيفط واحد الميساج للجمهور اللي كان حاضر او اللي كيسمعنا اليوم. انا كنتذكر اذا ما خافنيش الذاكره 84 85، انا دابا اليوم في عمري 60 سنه وتنذكر مزيان هذاك 84 85 كانوا جوج ديال الماتشات اللي كانوا مأجلين، الجيش مع الرجاء تخيل معايا، والوداد مع الفتح. كانت الرجاء خسرت مع الجيش هنا في الرباط بواحد الزيرو، والوداد ربحات الفتح 3-1. ما واش كتذكر هاد لي ماتش اللي كانوا مأجلين ولا لا؟ شمن عام؟ فين تلعبوا؟ 84 تلعبوا في الامير مولاي عبد الله وفي الليل. كنهضر على الليل، كنهضر على الليل، كنا مع 8 ما خرجنا يمكن حتى 12. خرجنا كانت تقريبا واحد 50,000 ولا 55,000 ديال الجمهور، كان الجمهور ديال الرجاء، كان الجمهور ديال الجيش، كان الجمهور ديال الوداد، وكان الجمهور ديال الفتح.
قسما بالله بحال خرجنا من الجامع ما كان والو ما كان والو يعني هذه 35 ولا 36 سنه هي حصر. تصور انا نهار الحد كنت غادي نمشي للتيران ولكني ما عرفتش شنو مداني انا توحشت التيران مع كوفيد وداكشي قلت نمشي لا نوستالجيا الى ولكني للاسف ما وكان الو بوكرا كان الوداد فيها الزكي القانا وهالو جرة الجيش نهضروا على الغريسين تكلم على التيمومين تكلم على حميد تكلم على المريس الفتح كان خالد البيض البيض اللي سميتو بن عيسى مصطفى الى اخره الرجاء كان ظلمي الله يرحمه كان الحداوي فتاح يعني سوادي ولو لا والو ما هو هذا ماشي هذا وعلى كل حال ولا عندي ولا الشطر الثاني غنهضر على الفريق الوطني كنتمنى على الله انه انا كنتنبأ انا تكون مقابله انه اللي سمعت واللي متبع ان الحكومه ديال الكونغو يعني ما دارت واحد الجيني هذا وواحد الضغط لا مثيل له وكيذكر لنا عندنا واحد ما واحد الثار معاهم الى ذكرتي في 1974 الشاوي هو كان لعب جول وراه كان دخلوا وداكشي خسرنا معهم 3-0 الروتور ما لعبناهمش هي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين كان هذاك الثار خصو يردوا لنا هذا الجي دابا وان شاء الله ان شاء الله شكرا سي مبارك بارك الله فيك بارك الله فيك سي مبارك مشي عند سي ناصر من تماره سي ناصر مساء الخير سلام انت سعيد كدير بخير الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك الله يبارك فيك عندي واحد النقطه على المنتخب يعني سي سعيد احنا وصلنا لواحد المرحله يعني دابا يعني لا داعي للعتاب وداك الشيء دابا بالنسبه يعني لزياش والمزراوي يعني راه ما يمكنش لاعب انه عنده مشكل مع المدرب وغيزي يعني راه وفايزي ما كنظنش غادي يقدم واحد الاضافه ولا يعني دابا خصنا نحترموا يعني التشكيله اللي جابها يعني ما علينا الا نشجعوا هذا الشيء اللي كاين وعندي واحد النقطه سي سعيد بالنسبه لانني اولا محب نادي الوداد الرياضي هي بالنسبة يعني لبعض العناصر يعني تيقولوا يعني أن النصيري يعني كاين اللي تيعاتبوه شحال من حاجة يعني تنظن أن السي سعيد أن من أجمل الحقبات اللي مرت على الوداد هي المرحلة اللي فيها السي سعيد النصيري هادشي اللي كاين وبالنسبة للسي سعيد يعني على القزاع يعني راه من أحسن الفترات اللي يعني دازت على الجامعة هي هادي يعني ما ولينا كنشوفوا بزاف ديال الظلمات السينية وشحال من حاجة السي سعيد وعلى كل حال شوف أنا هذا الموضوع ديال الشخصيات اللي تيسيروا رضا والله ما تنبغي نهضر فيه نهائيا لا لا بالشكر ولا بالدم نهائي 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 لا ما تيبان لي خصهم يديروا المهام ديالهم ما غنرضوا ما صراحة أنا مكتب عليك أنا ما خدمش هكا يا دي 40 عام وأنا ما تنهضرش على المسؤولين ما غنهضرش عليهم أنا بعد اليوم يا سي ناصر بارك الله فيك شكرا لك سي ناصر بارك الله فيك مشى سي حمزه من الدار البيضاء سي حمزه مساء الخير مشى سي حمزه سي خالد مراكش سي خالد مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام سي خالد واش نقول لك انا اللي تعرف الانتباه تاع سعيد الدوق هو العالم الرياضي ها خلينا عليه هو الحد سعيد الدوق العالم الرياضي وتنستفيد منك كما كشريك انت تاريخ الكروي باقي ما شتاش واحد حاجه وحشمة هادوك الناس اللي تيقولوا عليك هذا يا بغيت غياتي بخبير الحج والله العلي العظيم تتمنى أولا تتمنى التأهل المنتخب المغربي إن شاء الله تتمنى المنتخب المغربي يتأهل ونشوفه وتتمنى تتمنى مباريات تاع العصبة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي تأهل الرجاء وبكان وتتمنوا يكونوا شفوجه ممتعه المباريات كاس العشر ولا انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك سي خالد بارك الله فيك السي عبد العزيز من الدار البيضاء سي عبد العزيز مساء الخير مساء الخير سي سعيد مرحبا تحيه طيبه لكل الجميع الله يحفظك يا مولاي الله يحفظك يا مولاي تفضل سي سعيد باش بالنسبه للمنتخب فكنظن قلتي ما فيه الكفايه وكما قالوا الاخوان متفقين عليه الان عندنا جوج مقابلات ما غنهضروا لا في التشكيله لا في شكون خصو يلعب لا شكون ما خصوش يلعب تاهلوا ان شاء الله لا سي عبد العزيز لا من هذا الشيء اللي كاين هنايا ممكن انا ما نكرهش تعطيني التشكيله ديالك انت ما عنديش مشكل اللي كاين عندي الاشكال هو انه كون عيطنا وكون دابا شلعت الله الشيء اللي كاين لا حنت سي سعيد عرفتي علاش دابا نقول لك انا دابا ملي كيكون عندك واحد لوجيكتيف كما كيقولوا واحد الهدف بالنسبه لي انا غنخلي داك الهدف هو التاهل
نحسمو. علاش؟ باش 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 ملي نديرو كما تيقولوا غادي نشجع داك المنتخب نشجعو وبالي غير مع الهدف، ماشي بالي مع واحد اللاعب عزيز عليا وكنت باغي يكون، وانا غادي كنتفرج وكنقول واش الشيء دابا كان هو تما، واش الشيء كل شده هو، واش الشيء اش كان غيدير به هو. فهمتي شنو نقول لك؟ يعني دابا خصني نحيد دابا كل شيء ونخلي نقول سي وحيد احسن مدرب في العالم. انا دابا اليوم وحيد احسن مدرب في العالم وعنده احسن لعابه في العالم، غادي يربح ومن بعد كما قلتي انت ولو يتاهل من حقنا ننتقدو. هذيك الساعه تاهل وغيجلس معنا حتى هو كما كيقولوا جاي من مركز قوه لانه تاهل، وانا انا كجمهور غادي نناقشوا في الحوايج علاش هادي وعلاش هادي. وديك الساعه عندنا الوقت كما كيقولوا فين ان شاء الله لحقاش مازال قدام. هذا هو المهم، راه التاهل تحدثوا غير خطوه، وجي المونديال اللي خصنا اوموان نقدموا مستوى ثاني يكون جيد ويكونوا لاعبين اللي في مستوى وما يبقاش هاد المشكل ينتهي ان شاء الله. انا غنمشي معك لواحد الحاجه اخرى سي سعيد بالنسبه للشغب. الشغب اليوم بيان سي كلشي كيشوف والاغلبيه القاصرين القاصرين القاصرين. انا معك مع احتراماتي انا كنقول بان القاصر هو اداه فقط، وديك الاداه الاخيره اللي نفذنا بها الشغب. انا نعطيك مثال بسيط، تخيل معي سي سعيد دابا القاصرين دخلوا الملعب ياك جالسين القاصرين جالسين، ودوك الناس اللي بعقلهم نادو كيصفقوا نادو كيصفقوا الفريق القسم، اش غيديروا القاصرين؟ غيتبعوهم زعما غيصفقوا. كون على يقين راه غيصفق. علاش؟ لان القاصر ديما كيشوف واحد ولكن الجهه اللي فيها راه بوحديهم. الله يهديك وانت ما تعرفش الملاعب واش تمشي للملاعب وقيله؟ نعم سي سعيد تمشي للملاعب بيان سي كنمشي. لا غير اسمح لي، الجهه اللي تيكون فيها القاصرين راه تيكونوا بوحديهم. واخا سي سعيد ما نقول لك علاش نتفق معاك، ولكن تخيل معايا دابا انا اش كنقول؟ كنقول راه الشغب كما كيقول الناس راه ما جيش من هذا، راه جي من الكبار يعني كما كيقولوا جي من وهذاك القاصر كما كيقولوا راه كيجي مشحون هو اصلا. يعني ملي كيسمع هادشي اللي قلتي انت ديال الشك والاتهامات فكيفاش بغيتي دابا بنادم بعقله دابا كما قلتي انت تبارك الله قبيله هضرتي قلتي واحد بعقله يقدر يجلس مع راسو يقول اجي وانت انا استفدت ديك المره من ضربه جزاء وهاد المره ما تصفراتش ليا ماشي مشكل، راه انا استفدت. القاصر ما عندوش هاد الفكر، القاصر كيتبع هذاك المنهج ديال واحد. انا اللي غنقول لك من خلال هذه الكلمه اللي قلتي، اي مسؤول حاليا في شي فرقه يقول لي انا تظلمت، نجي نقول له وهذا النهار هذا في هذه المباراه ونعطيه التاريخ ديالها واش كنتي مظلوم فيها. أنا ولهذا انا شوف انا ما تنشكك حتى في شي حاجه، وقلتها نهار الاول حيت التاريخ ديال الكره ديال بلادي ما بغيتش تمس نهائيا، حيت التاريخ ديال الفرقه هو التاريخ ديال البلاد. ولكن الا شي الا كاين شي مسؤول قال لك بان ظلمتني الفرقه غنقول له واحد التاريخ كنتي فيه انت مسؤول، ولا كان فيه شي واحد من الفرقه ديالك مسؤول، وفي هذه المقابله واش ربحتي بخطا تحكيمي او لا، ونخلي باش يجاوب. ما بقاش يحلوا الكلام غير هكايا. الدراري صغار ما عارفينش، ما عندهمش التاريخ كبير بزاف عليه، وراه يمكن بعض يمكن نمشي معك في هذا الاتجاه انهم يكونوا معذورين في واحد اللحظه لما يسمع بان احنا مظلومين غيقولوا من نهار اللي تخلقات الكره مظلومين. لا فوالا يعني فوالا هذا موضوعها وحيدنا. نعم سيدي، وحنا ديما غادي يجبد ليه هو كما كيقولوا عقلتي داك الماتش نهار ما غيقولش ليه، وعقلتي داك الكاس اللي كنا ديناه والحمد لله داك الحكم كان دار معنا مزيان ما شافش واحد يجي نقول له الذاكره ديالي باقا الحمد لله شاده مزيان، نعطي ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، حيت الفرق ديالنا كلهم استفدوا وكلهم ظلموا صافي. الا بغى يجبد غير الظلم غنجبدوا الاستفاده، هادشي اللي كاين. متفق معك انا كاقتراح بالنسبه ليا حتى الناس تما يديروا الشغل ديالهم الجامعه وهاد اللجنه ديال التاديب والاخلاق. لا غير المسؤولين يوزنوا الكلام ديالهم. متفق معك. لا ولكن الا ما وزنوش السي سعيد راه كاينه لجنه الاخلاقيات وهاد اللجنه يتحركوا مع عاودي ما ندخلوش في هادشي، ما غنسالوك مال الاخر ومال الاخر. حنا غير شوف انا اللهم من الاحسن انه الانسان يوزن كلامه ويخلي لجنه الاخلاقيات ما تدخلش عاد في نقاش لا هذاك عاقبته هذا ما عاقبتوش هذاك قال وهذا قال، خص المسؤولين يقول مسؤول وانا نكون وزن كلامي. الا غنكون انا نقول واحد الكلام باش نرضي الجمهور ديالي راه هادشي راه ما عنده حتى شي معنى. يلا سي عبد العزيز باش نختم دغيا واحد النقطه نديرها، كما قلتي المسؤولين وللاسف اليوم هادشي ديال التواصل الاجتماعي وماشي ماشي كنلوم يعني هاد القاصرين، كنلوم ناس بعقلهم اليوم اللي كيجيو التواصل الاجتماعي فيه الايجابي وفيه السلبي. كاين حتى مشكل ماشي ما كاين اللي بغى تاخذوا ايجابي خذوا ايجابي، كاين اللي بغى ياخذوا سلبي ياخذوا سلبي. انا بالنسبه لي كاين فيه امور ايجابيه وكاين امور سلبيه، ما عندي ما ندير. لا سي سعيد المشكل اليوم هو البعض اللي كيتصدر المشهد يعني بين قوسين اعلامي، لحقاش دابا ولا كلشي اعلامي ولا هادشي اللي كاين ما كلشي ملي كيجي ملي كيجي وكيروج لشي حاجه وكيبدا هو. لا سي عبد العزيز الله يجزيك بخير، انا ما روجت لشي حاجه. شكرا لك سي عبد العزيز بارك الله فيك. سي محمد من تفراوت. سي محمد مساء الخير. طول عمرك سي محمد، مرحبا.
الو سي سعد كي داير ياك لاباس؟ بارك الله فيك. الله يطول عمرك. الله يحفظك اسي بارك الله فيك. هذا واحد سكت الجمهور، انا سكت الجمهور المغربي، غادي نقول لك علاش سكتوا. الدراهم الكاس الافريقيه ناض عليه التجا، علاش ما لعبوش علاش ما لعبوش علاش ما لعبوش؟ ما قالوا ما تجيبوش كاع. اللهم ما نديش ليكم، ما تبرش ما تبرزوش ليا دماغي. علاش ما علاش ما لعبتوش؟ انا ما ديتوش كاع. انا ما ديتوش ليكم، بقاو تشوفوا فيه. واللاعب عنده شي ساعات الماتشات في رجليه، وديما ديما اللاعب ديما اللاعب. هاد واحد غادي مرضنا، خصنا مارشي ديال البصلين نديروه على ريوسنا. ايوا شوف، خليه يتلعبوا المباراه دابا، شفيك ياك هو اللي غيكون حاضر في كرسي الاحتياط، هو اللي غيكون. ايوا صافي، خليه يتلعبوا يتلعب بحال الله. مي ما عندهم يديروا حتى انا راه حتى انا عندي حتى انا كانوا عندي لعابه بغيتهم يكونوا في الفريق الوطني، وما عيط لهمش اش غندير، ما عندي ما ندير، هو اللي تيسير. لا دابا غتسمع لي، دابا غتكون دابا شي نتيجه سلبيه ياك يا رب. وغيصاك ديالو غيمشي. هادشي اللي وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، وحنا غنبقاو مقلقين وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. جيب مدرب اخر يدخلنا شي ديال الفلوس. شوف سي محمد انا غنسهل عليك، انت يمكن يعني انا ما عرفتش السن ديالك، ولكن اللي حنا راه شي راه عشنا سيني نفس الكلام وغيمشي المدرب، وغيجي واحد اخر وغندير نفس العمليه. سي محمد شكرا لك، بارك الله فيك سي محمد من تفراوت. فاصل ثم اعود للمستمعين. وجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام على أثير راديو بلوس، أنتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضة، ودائما في تواصل مع المستمعين الكرام. نذكر بالأرقام الهاتفية 0526660066 أو 067 أو 060. واحد سيتي يعاود واحد شنو تيتسمى هذا، تيتسمى تعليق ديال الفيسبوك، تعليق مقارنة الخروج من المسجد بالخروج من الملعب. سي صدوق، هل يستقيم هذا في برنامجك؟ عادي، راه مثال يعني راقي، حيت الخروج من المسجد انسان تيكون يعني خارج، يعني حيت تيكون تيصلي، نعطيك واحد شويه يعني تيكون تيصلي، حيت الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما تخرج من المسجد تخرج يعني صافي، يعني دخلت تكون يعني مزيان، ما كاين حتى مشكل يعني. وكذلك ملي تكون في الملعب حضرتي لواحد المقابله واستمتعتي بها، لانه الا ما تفهمشي معنى الاستمتاع بالكره، نقول لك اودي الاستمتاع بالكره ما عدا الا بغيتي تطيحني في الفخ، وبقى نجاوب انا وياك غير انا تنطق من باب باش للتوضيح، يعني راه ماشي يعني تشبيه خايب، لا ابدا. يعني المسجد انسان تيكون خارج مهدن، كذلك الكره انه دخلت شاف مباراه وخسرت الفرقه ديالو او ربحت وخرج مهدن عادي، بحال كيما كيكون في اوروبا. في اوروبا راه تيدخلوا تيقراو مكتوبه وتيخرجوا تيقراو مكتوبه، ماشي لا غير باش اللي توضيح. والكره الاستمتاع الكره فرجه، اللي تيخلص على شي حاجه تيخلص باش يستمتع، ما تيخلص شيء. الا شي واحد تيفهم الكره من انها من غير انها استمتاع يمكن تيدير شي حاجه اخرى. الفرجه غنمشيو نتفرجوا، ماشي نمشيو نخدموا، تمشيو يعني نرفعوا على النفس ديالنا اجواء ديال غادي فرحان وتتعانق ملي تسجل هدف، ولما تيخسر وتبكى شي البكا راه فرحه. القلق ديال الكره، التقلقه ديال الكره اللي تعرف انا انسان مسح الدموع ديالو وتيتحسر راه واحد النجوه اخرى. ايوا عاود دير شي تعليق اخر، وبدات دير كوبي كولي، وبقى دوزو 10 ديال المرات. سي شفيق، سي شفيق من الدار البيضاء، مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سيدي، مرحبا. مع احترامات الكاملة لك سي سعيد الصحفي اللي تمتعنا به في واحد الفترة من الفترات، اللي كما قلت انت في البرنامج كانت المعلومة لما وصلتوهاش لينا انتوما ما كتوصلناش. يعني احنا كنشوفوا الان بعض شي وحدين اللي يلاه ولاو كيتفرجوا في الكره وكيهضر دابا على الصحفيين اللي عشنا معاهم اجمل لحظات ديال كره القدم، وكان مشكل المصداقيه. حنا لدرجه ان ملي كنا صغار ولا انقسم السي سعيد كنا كنبقاو كنتخاطروا باش نعرفوا غير الميول ديالكم ديال الفريق اللي كتنتميوا ليه، لا انت ولا السي الحمار ولا واحد المجموعه. يعني حتى الانتماء ديال ملي انسان بحكم الاحترافيه ديال المهنه ديالو كيخليك ما كتعرفش الانتماء ديالو نهائيا. بعد دابا شي عناصر اللي كتحطوا على السي سعيد، ولا بغيت نهضر على واحد النقطه سي سعيد اذا سمحتي لي. من اسباب ديال الشغب اللي كنهضروا عليها هما الناس اللي ما كينتميوش للقطاع ديال الصحافه ديال الرياضه، وبين عشيه وضحاها ولاو كيتكلموا في الرياضه، ولاو ناقدين رياضيين. واش واحد راه كل انسان عنده اختصاص ديالو، كل انسان كيكون محترف في الميدان ديالو. الا انت استاذ راك استاذ، الا انت طبيب اسنان راك طبيب اسنان، هذيك حياه اخرى. هاد بحال هاد العناصر هادو هما اللي كي... نعم
واي واحد جاوبه في الموقع ديالو الله يسر عليك الله يسر عليك انا مزوق فيك الله مزوق فيك كل واحد جاوبه في الموقع ديالو الله يسر عليك الله يسر عليك انا بغيت غير باش نقول لك واحد النقطه ديال هاد الناس بحال هاد الاشياء هي اللي الله يسر عليك سي شفيق سي شفيق الله يسر عليك الله يسر عليك وبالنسبه للناس اللي كتهضر على التحكيم بواحد الشكل كبير راه الحكم راه بحالو بحال اللاعب على اللاعب اللي كيضيع فرصه ثانيه حال التسجيل ماشي خطا هذاك المدافع اللي كيخطا باش كيتسجل عليه الهدف او الحارس هذاك ماشي خطا راه الاخطاء ديال اللاعبين اكثر من اخطاء الحكام علاش حنا غادي نشدو في الحكم وغادي نبقاو عنده بالنيه ديال السوء هاد نظريه المؤامره كاع ما بغات تحيد من عندنا حنايا راه الحكم راه حتى هو انسان بشر راه كيقدر يخطا ولكن كنقوموا الدنيا ونقعدوا وما نقعدوش الى خطا هذاك انا خصني شي واحد عيط لي يقول الفرقه ديالي عمرها ما استفدت نهائيا هادشي اللي بغيت نسمع ايوا هادشي اللي كاين هادشي اللي بقى لي نقول هادشي اللي بقى لي نقول ما كاين غير انا غير انا ما تنقول شيء بان استفدوا بنا على تعليمات هذا هو الفرق بيني وبينك اما انا مستعد نعطي بالدقيقه بالتفاصيل ونعطيك ونحيك ونقول لك بليماره ها بليماره وبليماره راه كاين فراقين اللي ضربات الكره في العارضه ونزلت بمترو وتحسب هدف وربحات المباراه وبغي نعطيو التفاصيل نعطي التفاصيل اللي يمكن اللي عاش بحالي راه عرفه والمباراه كانت في الشتاء باش نسهل الامور ولكن اللي قلنا خطا الحكم ما شاف شاي ما كاين لا فار لا والو علما بانه يلا سي شفيق شكرا لك شكرا لك انا ما عمرني غادي نمس بالكرامه ديال الفرق ديالنا اخطاء تحكيميه وارده ولكن الا غتولي هاد الاخطاء التحكيميه حتى اليوم حتى اليوم عاد غتولي بانها راها بناء على تعليمات ايوا حتى الشيء الاخر حتى هو كان فيه التعليمات شكون اللي غيخلي واحد الحكم يصفر كره ضربات في العارضه ونزلت من نص متر وتحسب كل ما كانوا شي التعليمات هذه اللغه اللي كاينه لا انا قلت لك كنشتا وكنشتا بزاف والضبابه ما شاف شي الحكم صافي انتهى الامر عمرني ما دخلتها والا غنبقى ندخل في هذا الشيء هذا ونقول لك سير لواحد اللقطه اللي ما راه في 1900 وكذا وتشوفها وغادي يولي انا ما غنتعيب مع كل شيء لا الاخطاء التحكيميه ما عنديش فيها انا بانه الا كان الحكم ضعيف الشخصيه وبغى يحابي شي مسؤول موضوع اخر يمكن كاين شي محكم تيقول لا هذا الحكم هذا المسؤوليه هذا يمكن غينفعني واحد النهار ولا شي حاجه ندير له شي حاجه ولكني عمري ما قلت بان المسؤولين تيقول الناس ربحوني او خسروني شكون معنا سي حمزه سي حمزه من الدار البيضاء مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام تحياتي لك استاذ سعيد سي سعيد بغيت نتكلم اللي انتهيتي مع السيد كان قبل مني قلت لي كرة القدم راه متعة هادشي اللي تنعرف انا الا كاين شي واحد يقول لي شي حاجة أخرى من غير الله يسر يعاونني لا أنا معاك في الصرح ديالك سي سعيد وخير دليل المقابلة ديال البارح شكون قال فيا ريال غنمشيو نربحو واش الجمهور كيفاش خرج سي سعيد صافي انتهى الأمر صافي الناس كانوا تيتفرجوا الجمهور واش الراجل اللي مخلص 2000 درهم خرجها باش يدبز واش سعيد نعم راه تما راه خلصوا 2000 درهم باش يشوفوا فيا ريال كتصلح الفرقه هادشي اللي اه هادشي اللي كاين صافي انتهى الامر انا مازال كتخلص 30 درهم كتقول ماشي مشكل حتى الا كان الماتش مزيان ولا ما مزيانش راه ماشي مشكل وبخصوص السي سعيد اللائحه ديال الناخب الوطني اللي كما العاده ديما كتحمل علامه استفهام استفهام اي وكنتمناو السي سعيد راه عندنا خصم صعيب بزاف نقاط القوه ديالو في المدرب ديالو هيكتور كوبر بحالو بحال كيروش المقابله غتكون بحالها بحال ديال مصر هو ديال 2017 هو ديال 2022 وثاني ونقطه قوه الثاني ديالهم هو ملعب الشهداء اللي من اخطر الملاعب في افريقيا والمقابله ديال الكونغو السعيده كتلعبوا في الكواليس ماشي زعما الطقوس اللي كدور فيها مقابله والجمهور وداك الشيء انا حاجه وحده اللي متفائل بها بان المنتخب الوطني يقدر يتاهل هو انه غيستقبل الاياب مركب الرياضي محمد الخامس حيت هذاك المركب راه هو تقريبا واحد 50% ولا 80% ديال التأهلات ديالنا كأس العالم راه من هذاك الملعب. إيوا إن شاء الله نطلبوا على الله أنها تكون يعني فيها الخير. هذاك الشيء اللي كاين سي سعيد وما نطولش عليكم. بارك الله فيك سي حمزة بارك الله فيك بارك الله فيك مشى عند السي محمد الدار البيضاء السي محمد مساء الخير. مشى السي محمد كاين معنا السي محمد الدار البيضاء واحد آخر السي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك سي سعيد لاباس عليك أمان الله. تسمعك مزيان. السلام عليكم سي سعيد. وي. هذا يوم سعيد خويا. نعم سيدي مرحبا بالنسبه خويا الاحداث لا رياضيه اللي كانت وقعت مؤخرا لا في الرباط ولا مع كودين كونتر المنصوريه عندي واحد وجهه نظر كان ممكن تفضل ما كاين حتى مشكل هي انعدام منظومه القيام منذ زمن
ديال كنشوفوا انهيار منظومه القيم. اذا خاص كل واحد فينا يقوم بالواجب ديالو من الزاويه ديالو. الاسره خاصها تربي الولد ديالها على احترام الاختلاف هذاك الاخر مهما كان اللون ديالو. يكون الصراعات بين اللون الخضر ولا بين الاحمر ولا بين الصفر ولا بين اي لون اخر. خاصنا نتعلموا ان كره القدم هي المتعه كما قلتي عام سيدي. اذا خاصها حتى المؤسسه الشارع المسجد كل واحد يقوم الدور ديالو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجه دارها هي مشي للمدينه بناء المسجد باش يعلم ويربي الناس. ثاني حاجه ديال المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. والانصار قبل ما يخاوي مع المهاجرين راه صاحبي الاوسط الخضرج راه كان صراع كبير بيناتهم. راه خصنا هاد الدور لمن يقوم به شكون يتحمل هذه المسؤوليه باش نقولوا راه حسن السيره ديالنا في الملاعب ديالنا راه هو صورتنا ووجهنا امام العالم. راه عيب وعار نشوفوا هذاك المشهد الاخلاقي في المركب ديال الامير مولاي عبد الله. لان هذاك الشيء اللي وقع تما كيخدش بالحياء. صحيح صحيح صحيح. يعني حاجه عندك المركب ماشي ديال الجيش راه ديال المغرب. اييه راه لا يجوز باي وجه من الاوجه باش تحطم ولا تخرب شي حاجه في المشاكل ديال الدوله. ثالث حاجه اللي هي مهمه هي خص واحد الترسانه قانونيه بالضرب بيد من حديد على كل من صورت له نفسه يتعدى على ممتلكات الغير. سياره هذا كار غادي حافله شيء شيء مؤسف مؤسف مؤسف. شكرا لك سي محمد. رساله ديالك وصلت. انا رساله ديالك وصلت يعني انت ضليه بانه قلتي الشيء اللي خصو قال المنظومه ديال القيم صراحه يعني هذا الشيء ولا تيخلع ما صراحه يعني. مشي عند سي يوسف من ايطاليا. سي يوسف مساء الخير. مساء الخير سي سعيد كي داير؟ الله يحفظك سي بارك الله فيك. شي مزيان الحمد لله بارك الله فيك. وبعد اول حاجه سي سعيد هذاك الحلقه ديال البارح نخليوها في النسيان ما نرجعولهاش. لا ما لا علاش لا لا ماشي عادي. شوف شوف راه انا شدني نيرفوز هنايا. لا لا شوف 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 برامج رياضيه وبرامج سياسيه في قنوات عالميه وبعد عادي وانت راك عارف هادشي الا كنتي في ايطاليا تيظن لي ما تيدوزش بسلام. شحال من برنامج تقطع كاع. لا لا بالنقاش يوقع علينا شي عادي حنا هذا ميدان ديالنا انا متنشغل فيه ماشي اول مره غادي نوقفوا برنامج ولا ما تيوقع نقاش ورتبه هذا النفوس وصافي هادشي اللي كاين. لا ماشي شي كاينه. لا كل شي حاجه اللي هي يعني كيف ما كان الحال ما كاينش شي حاجه اللي غيديرها واحد الانسان وهي ما دخلتش في اطار المهام ديالو حتى معرض لاي حاجه بزاف ديال الامور. نعم سي يوسف. معقوله واسدي سيدي سعيد انا دابا بالنسبه للجمهور البارح كنت كنتفرج في لايوفي جيبونتيس مع فياريال واي مع دارت داك الدقيقه 30 قلبت للتشيلسي ولقيت ضرب جزاء وخايسهم مكمل داك الماتش وكنشوف كيفاش في التالي في الوقت بدل الضائع داك الجمهور ديال الليل كيفاش كان كيصفق على الفرقه ديالو واخا خاسره واخا كذا عادي. يعني هادشي باقي عندنا بعيد. حنا باقي بعيد على هذا الشيء. حنا بعدنا بعيد باقي بعيد ديال عاوتاني ديال جيفونتيس واخا خسروا بثلاثه يعني كيقول لك يعني عاديه ما كاين الكره هي هذه الكره هي هذه يعني خصنا نتولي عندنا ثقافه ديال بنادم يدخل يتفرج في كره. واحد القضيه سي سعيد ديال بالنسبه لبعض الحكام اللي سمعت قلتي قبيله الا سمحتي لي بعض الحكام ربما كيكون عندهم شخصيه ضعيفه وكيحابيو شي حد ممكن تنقول ممكن ما عادي تقول انا, أنا بدك التجربه البسيطه اللي عندي ما كنظنش باغي دخل هو حاكم وباغي يكون حاكم. نعم ما غيقدرش يكون حاكم ما غيقدرش يدير التحكيم الا كان داخل الا كان بعد الحاكم ما عندوش النيه ديالو لا يحابي شي حد ولا يجي مع شي حد ولا والو. راه الحاكم كيدخل خصو يقضي المهام ديالو يطبق القانون. لا هاد شوف هاد يطبق القانون كلشي تيتقال ولكن لما تدير شي اخطاء بطريقه او ما او شي حاجه ولما تيكون ذاك الفريق اللي استفاد عنده مسؤول ولا شي حاجه تيبقاو الناس تشك. دابا الناس ما عارفاش واحد القضيه لان الحكام لان الله يحسن العون راه ما تيشوفش هو عينه غير على الكره وعلى اللاعب راه عينه على الجمهور عينه على بزاف الامور يعني عينه على كل شيء يعني بحال ذاك المخرج اللي قبلته ما عندش شحال من كاميرا قبلته هكاك الحكم في الوسط كيكون الله يحسن العون راه ما حافظش غير كره حافظ بزاف الامور.
يعني بالنسبة للحكام والأخطاء كتكون وهكا الإنسان حنا نوقفوا معاهم وراه من الأخطاء الإنسان كيتعلم. شكرا لك سي يوسف بارك الله فيك. وسي سعيد بالنسبة للمنتخب الوطني أنا بالنسبة لي التشكيلة مزيانة والحاجة الإيجابية هي عيطوا على زلزولي. إوا يكون خير إن شاء الله. لا ما ما يقولوا مزيانه حتى تكون تكون تشوفوا مباراه مزيانه نهار 25 انا غنوقفوا معاهم السي سعيد ان شاء الله ان شاء الله يكون خير مزيانه من يكون خير نوقفوا معاهم والروتور عندنا ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي يوسف. نمشي للوزان عند السي عبد الحق. السي عبد الحق مساء الخير. وي السلام عليكم السي سعيد. عليكم السلام ورحمه الله. لحظه انا نهضر على الشغف ديال الملعب ديال الرباط على كنسمع شي متداخلين وكنحترم الراي ديالهم ولكن كنسمعهم كيهضروا على التحكيم في المغرب. عادي عادي التحكيم في المغرب كيبان لي انا ما كاينش شي 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 تحكيم خطا ولا الحكم غادي يزير لك الجمهور ولا كدا عادي هذاك التحكيم نخليه تحكيم بوحدو ونهضروا على الشغب بوحدو الحكم ما غاديش يوقف لك الجمهور هذاك الجمهور دار الشغب يعني ما خصوش يكون كاع في الملاعب مره يعني دار واحد 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 ضجه في الملاعب دابا انت كتشوف كيفاش وقع شحال ديال الجرحى شحال ديال كدا الناس كيهضروا معاك كيهضروا معاك انا والله كيحرقني راسي ملي كنسمع هذيك الهضره كيهضر معاك خويا سعيد لا الحاكم الحاكم ما قال والو الحاكم راه مشى عادي راه داكشي وقع في الجيش الملكي خرجوا خطروا الفريق كل الجمهور كيصفق على الفريق ديالو عادي داك الجمهور دخل كيقطع في الملعب كيضرب البوليس كيضرب كذا لا اله الا الله وهذا هو اللي كاين. شكرا لك سي عبد الحق بارك الله فيك بارك الله فيك. مشي عند السي محمد. السي محمد السي محمد مساء الخير. السي محمد سي محمد سي محمد سي سعيد الدق مرحبا. الو سي سعيد الدق مرحبا سيدي. اهلا سيدي. نعم سيدي مرحبا 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 انا كنعيط لكم من الهند. المهم مرحبا عيد. مرحبا مرحبا يحصل لي الشرف سيدي. الله يطول عمرك سي بارك الله فيك. من صغر ديالنا من صغر ديالنا وكنا كنسمعوك في القناه الاولى. الله يحفظك بارك الله فيك الله يبارك فيك. وتعلمنا معك الكره يعني انا كنت صغير 86 صغير بزاف ما كنتش كنعقل بزاف. المهم بارك الله فيك سي بارك. كاين واحد فوالا النقطه اللي بغيت نقولها سي سعيد الدق. الاول الاختيارات والمنتخب الوطني انت تبارك الله اكثر خبره منا راك عارف بانه في جميع المنتخبات العالميه الصغيره ولا الكبيره دائما اختيارات فيها نقاش انا ودادي ولا رجاوي ولا من الجيش ولا من القنيطره ولا هذا هذه مساله ما غاديش نحيدوها يا اما اليوم او غدا او ما عمرها ما تحيدات. سيدي محمد يعني من الستينات وهي سيدي محمد بارك الله فيك على هذا الشيء اللي قلت لي انه دابا الناس يشوفوا هذا الشيء هذا تجيب لهم الله بانه وحيد خليل وزيتش هو اول مدرب نط عليه هذه الجره من النهار اللي حليت عيني على الكره في الفريق الوطني وتجع على التشكيله وتجع على التشكيله ما عمرني شي تشكيله جات وكانت مقبوله دائما هادشي اللي كاين ما هادشي اللي كاين. انا طالع المغرب سي الدوق راه غتكون مساله غير عاديه انه ما يكونش النقاش. معلوم 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 المدرب وجا جبد لينا 22 ولا 23 وما كانش نقاش غادي نقول له كاين شي حاجه. اذا هذه اول. ثانيا كاين واحد النقطه اللي ممكن فيها شويه اختلاف هي على شخصيه المدرب. راك انت عارف السي الدوق وحيد داز مثلا في لا ليغ يا كيلك زاني في لا ليغا كاين واحد في كانال بلس كاين لي غينيول راك عارف لي غينيول. لي غينيول داروا فيهم لي ماسكوت ديال ايمي جاكي واحد الوقت ديال لامير ديال زيدان وديال بارتيز اكسيتيرا يعني لعب شورين واللي كان هي لا ماسكوت ديال وحيد. علاش؟ لانه سيتي ان بون كليون. علاش؟ لانه بديك قصحيه الراس ديالو يعني بكل صراحه كان واحد الوقت ملي كيدرب له لاسك كانوا كيجيبوه في لي غينيول يعني هو معروف هذا القضيه. اذا كاينه واحد الحاجه اللي حنا عندنا شويه غير طبيعيه اليوم هي ديك شخصيه المدرب خصنا نزيدوها شويه في الميزان لانه الا قلتي لي ادغوات غادي يمشي لك اغوش الا قلتي لي اغوش غيمشي لك ادغوات. هذه مساله متشبث برايه بالراي متشبث بالراي ديالو الى ابعد الحدود. هو دائما متشبث الى ابعد الحدود. أيوة. انا شخصيا شفت المنتخب في لاكان واختا كان شويه لو ديكالاج شفت المنتخب في لاكان عشان نقول لك ما كانش عاجبني داك الشيء. لا صراحه المهم ما غاديش نرجعوا دابا كنامنوا انه تكون شي حاجه احسن. ايوا الله. ثانيا الله. بالنسبه للعنف تحكيم الاخطاء. المهم المشكله اليوم وانا كما قلت راه كانوا احداث عندك تيران فيه 20,000 واحد داخلك 50% ديال القاصرين كاينه مسؤوليه ديال الاسره ديال المدرسه ديال المسؤولين على الفرق ديال اللي جلد خارج قالها الاخ قبل بلا ما نزيدها. وايضا خصنا نعرفوا بانه اليوم حنا
الناس مكونيكتيه في فيسبوك مكونيكتيه في هذا مكونيكتيه في هذا يعني الجمهور كيتعاير الناس ديال اسفي كيعايروا ديال مراكش ديال مراكش كيعايروا اكادير ديال اكادير كيعايروا هذا ديال دكاله كيعايروا هذا وغاديه بحال هكا راه هذا مشكل كاين. ووسائل التواصل اليوم الاجتماعي اججت هذا العنف بعد الرقمي. اذا ملي كيوصل التيران كيكونوا هما ديجا بريديسبوزي كاينه مسؤوليه مشتركه فيها ايضا الاعلام والناس في الاعلام. غادي نزيد واحد النقطه اللي دائما كنبغي نشوف في اللقاءات ديال المنتخب او لقاءات يعني في الوداد دابا راه كنشوفوا الشامبيونز ليغ. غادي نرجع لواحد النقطه انا غير بسوا سي محمد غير حيت بعيد من الهند خلي لك واحد الفرصه اطول شويه من الاخوان بسرعه كينتظروا. مرحبا سي محمد بسرعه بارك الله فيك. التعليق ثم تعليق. انا عندي دي زانجينيور كنخدم معاهم هنا دائما لا فورماسيون كونتينيو كنقول لهم لا فورماسيون كونتينيو اقسم لك بالله الا كاينين شي معلقين كنسمعهم كنطفر كان ما كنبغيش نسمع لانه الجمل مقطوعه الجمل ما كتساليش ما كاينش هذا نصيحه مني او طلب مني انهم يديروا لا فورماسيون كونتينيو كاينه جمل مفيده ممكن تعلموا اللغه العربيه ممكن نبسطوا للناس مسائل وبلا ما نمشيو نديروا التقليد لانه في التقليد كنشوف اخطاء وكنشوف اخطاء كبيره. شكرا لك سي محمد بارك الله فيك سيدي محمد من 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 الهند. اش مدينه بالضبط الهند؟ شاسم السلام عليكم. نمشيو عند سي خالد من ايطاليا. سي خالد مساء الخير. سي خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام سي خالد. نعم سيدي سعيد الزادوق هذا خالد ايطاليا. مرحبا. اللي باغي يتصور معاك مرحبا انا نتصور معاك اخويا انت حصل لنا الشرف. الله يحفظك ليا خويا غادي نطول عليك انا انا في الخدمه وكنهضر معك دابا غادي نقول لك غير واحد القضيه بالنسبه للمتعه اللي انت يلاه تكلمتي عليها غادي نحيد لك السي سعيد الزادوق الزميل ديالكم سي جلال بوزراره لما دار الحوار مع المرحوم مارادونا. اييه قال لي وسولو قال لي ذاك النقاش اللي هو عالمي كاين دام ميسي مارادونا ميسي قال لي شو قال لي جاب بيلي ومشى بحالاته جا ريفيلينو ومشى بحالاته جا فلان ومشى بحالاته جا مارادونا ومشى غير ميسي تا هو غادي يمشي وغادي وهز واحد الكره كانت حداه هزا وقال لي مهم وهي متعه هذه الكره هذه. الله بارك الله فيك بارك الله فيك هذه جمله اروع ما يكون. وشوف راه هذه الكلمه ديال المتعه راه ماشي اللي اخترعتها انا حيت نعرفها تنعرف لا حيت راني كنهضر مع الاستاذ سعيد زادو. الله يحفظك اصدي خالد بارك الله فيك بارك الله فيك. الهدف الثاني السي سعيد هذه غادي تسوى ربما واش تخلق ما تخلقش ما عرفتش غير كنرجع لهذه القضيه ديال 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 ازدواجيه المهام. انا كنقولها بالاسم انا نسمي الاسم الى السي الابراهيمي اللي هو عضو بارز فريق كبير انا ودادي ولكن الرجل فريق كبير اذا حتى شي واحد فريق كبير الرجل البيضاوي وهو عضو بارز وكيقول وما فاهمش الازدواجيه في المهام. لا لا الله يسعدك. شوف لا شوف كما انا ما تنبغي شوف لا باش ما يتسماش بانه تنحصر شي حد وما تنحصروا شيء. لا 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 الله يسر عليك. شوف كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. ما انا سي ابراهيمي ما معاه الخير والاحسان هو عرف اش يدير. كل شوف لا شوف كل واحد يتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالو وحنا ماشي باش نردوا عليهم هادشي اللي كاين. انا لا اختك بخادم. شكرا لك بارك الله فيك. مشي لعند سي عبد الهادي من بوسكوره. سي عبد الهادي مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي عبد الهادي الحاج لاباس عليك. الله يحفظك سي بارك الله فيك. بالنيابه بلغ السلام القائمه بالعوش والناس اللي كانوا معك في ديك الفتره سي سعيد. مبلغ ان شاء الله سي الله يجازيك بخير. البارح كنت سمع ذاك الموضوع ديال الجمهور وديك الحاله اللي وقعت لا في الرباط ولا هنايا في سمولي. من الاحسن الا كان الجامعه تاخذ واحد القرار 18 عام يدخل ما كاينش 18 عام ما يدخلش ويكون من نفس المدينه شي واحد يجي بحال دابا الجمهور ديال الرجاء يمشي لازمي لا ما عندنا ما نمشيو نديرو بوي بهذا خليهم هما باش يتحملوا هما المسؤوليه ديالهم. هادي اللي سميتو لما تشرا ولا بزاف من اللي ولاو الالترات من اللي ولا سي سعيد هادشي كاع ما كان في ذاك العهد اللي كنت انت اعلامي معلق في القناه ديال الرياضي سمو ليه القناه المغربيه ولا الرياضيه او سمو ليه ما كانش هادشي سي سعيد. ولكن دابا هادشي اللي كنعيشوه مهزله. وبالنسبه للفريق الوطني وبالنسبه للجياش وبالنسبه للمزراوي هذاك عندهم مشكل مع الجامعه ماشي مع المدرب ولا حمد الله لان المدرب
المدرب انا امون افي ما منه حتى شي حاجه، لا كاينه شي حاجه كاينه من الفوق من الاداره. ويمكن نبلغكم السلام ديالي. بارك الله بك، شكرا لك، شكرا لك. القائمه بالعوشي والسي الحمار وكاع الناس. بارك الله فيك، شكرا لك. بارك الله سي عبد الهادي من بوسكوره. نمشي لعند السي فؤاد من سيدي قاسم. السي فؤاد مساء الخير. سعيد الغزال. الله يحفظك مولاي، بارك الله فيك. تحياتي السي سعيد. الله يحفظك مولاي. زرت من الحادي من سيدي قاسم السي سعيد. وانا اللي عندي قبتي هنا سيدي قاسم. ايه قلت لها زرت ملحا عمل سيدي قاسم. اوا المهم مرحبا ياك في العمل سيدي قاسم. عمل سيدي مرحبا. زرت ملحا سي سعيد وعندنا عزيز من الثمانينات. الله يحفظك اسيدي، بارك الله فيك. والله الا ومحبين ديال كرة القدم وكتجينا غيور على المنتخب السي سعيد. وهاد اللائحة اللي حط مسموح لي ندخل في المنتخب السي سعيد. يا سير حنا تنهضروا على المنتخب، تنضرب على اللائحة ديال المنتخب ما عندنا مشكلة. هاد اللائحة السي سعيد أنا ما دخلت لي لا من هنا ولا من ما عجبتك شيء. ما عجبتنيش. ما بان لك حتى 11 غيلعبوا. لا والو. شي أنا كجمهور كجمهور نعطيه من هنا نعطيه اللائحة يقدر يمشي بها النصف النهائي الكأس العالم. كأس العالم مزيان الله يمشي بها نعطيها أنا الكل من هنا منير المحمدي. الجوج مزراوي الطروة سايس الربعة والخمسة أكرد والآخر شكي يقولوا له أكرد وانت لا تخلب عليهم ماشي أنا ما إلا قلت شحال ما نوجه ياك ما سايس. لا سايس أنا أعطيه ثلاثة ما نعطيش أنا الربعة مزيان أيه بقى أنا الربعة ما عرفتش كل هذه في الرأي. جوج مزراوي الطروة سايس ربعة أكرد خمسة خمسة تنسى لي هذاك بانون أيه بانون ستة نعطيها الجبران سبعة نعطيها الحكيمي ثمانية نعطيها الفجر كوايري هذاك السي سعيد. أيه زعما كاين حتى مشكل دابا في القضية كأس العالم هذا الريس في النهاية. ثمانية نعطيها الفجر تسعود نعطيها النصيري لكن لا حمد الله على والو. العشرة نعطيها الزياش. الحداش بوفال والله تنمشيو النصف النهاية لكأس العالم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وتحياتي يلا شكرا لك سي فؤاد، بارك الله فيك الله يطول عمرك بارك الله فيك. مشي قبل الفاصل عند سي عبد الرحيم الضربي. سي عبد الرحيم مساء الخير. السلام عليكم ديال السي سعيد بخير. الله يبارك فيك مولاي. الله يحفظك. انا هو عاد السيد النهار اللي عيطت لك وقلت لك على اللعابه ديال البطوله، قلت لك قلت لي عيط على اللعابه ديال البطوله وعيط لي مرحبا دو معايا يعني. احنا شوف بالنسبه احنا مثلا ما تنتقدوش المنتخب، احنا مع المنتخب وتنحبوا هاد البلاد وتنحبوا الملك وتنحبوا الشعب المغربي، غير احنا ما تنحبوش هذاك المدرب. الشعب المغرب كامل الجمهور ديال المغرب كامل غلط الا هو بوحدو اللي عنده الحق في هاد اللائحه. لاعب هو المنتخب شكون اللي تيجي لي؟ لا باش نكونوا يعني عمليا، انت بالنسبه لك شكون اللي خصو يكون؟ راه شوف نهار نكمل لك ونقول لك شكون اللي خاص يكون. ولا باش حيت عندي الفاصل دابا واحد جوج دقائق باش نربحوا الوقت. دغيا اللي خاص يكون حنا نهار اللي كان عندنا الزاكي كان لا ولا الله يسعدك. لا شوف خلي دابا باش نربحوا الوقت نرجعوا عاوتاني كذا. انا دابا انا هاد اللائحه شكون يمكن لي تضيف باش نستافدوا بحال الرحيمي لا رحيمي مزيان متفق معك كويري. شكون نحيد واحد شكون نحيد؟ بحال فزر ما تي واخا ماشي في نفس المركز ما كاين مشكل حيدها واحد اخر زيدني واحد اخر اللي يكون سميشو زياد نحيد شكون نحيدو ما دارش شي حاجه في ما كاين ما جاش برقوق كاع ما كاين برقوق حيد واحد اخر بو هذاك نصيري ما دارش شي حاجه نحيدو نصيري زيد واحد اخر زيد اللي نعيطوا ليه سميشو ايوا دابا انت غتعيط لهم كاع رسميين وما باقي ما عقلش عليهم. لا ماشي ما يلا زيد عبد الرحيم امشي عليك يلا شكون اخر؟ الحكيم هذاك اللي ما عيطش ليه مزراوي شكون نحيدو واحد؟ نحيدو هذاك الثلاثه اللي تيلعب طروه ما سينا حيدتو انا عاونتك زيد نسبة غير هاد اللاعبين اللي قلت لك غيعطيو اضافه للمنتخب المغربي. اكيد ما نحيد هذيكش ودابا هادو ما كاينينش ما بغاوش يجيو اش غنديرو؟ دابا حنا اللي غريب في الامر هو السيد هذا هو بوحدو اللي صحيح حنا كنا شق وغير بلاتي دابا هما تيتقال بانه هاد الناس ما بغاوش يجيو شنو الحل؟ خص المدرب يمشي بحالاتو حيت حنا ما كان عندنا مشكل مع اللعابه ملي كان عندنا الزاكي كان عندنا مشكل مع اللعابه حيدو الزاكي. دابا كاين عندنا مشكل مع ما 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 المدرب عنده مشكل مع اللعابه حيدو اللعابه وخلوا المدرب. اذا انت بالنسبه لك الحل كان خصك تحيد المدرب.
المدرب ايوا دابا هذاك ما حكي حنا عايرين اللعابه ديال البطوله قال لك ما تيديروا شي رياضه اخرى حتى هو تيدير شي رياضه اخرى من غير التدريب كيدير تدريب اخر من غير تدريب ديال الكره وتدق النار تتنتقد بهضرتك تقول لنا اللعابه ديال البطوله ما تيلعبوا شي رياضه اخرى ما تيلعبوش كره القدم ودابا معيطين لنا اللعابه وخصك تبقى في نفس الكلمه اللي قلتي يلا سي عبد الرحيم عندي واحد الفاصل شكرا لك بارك الله فيك بارك الله سي عبد الرحيم كنت معايا من الدار البيضاء فاصل ثم عاد المستمعين جدي الترحاب بكافة المستمعين الكرام على اثير راديو بلس انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضه بسرعه نمشي عند المستمعين الكرام وباش نخلي واحد الوقت للتجاوب مع التعليقات المهمه ديال الاخوان ديالنا ديال الفيسبوك وديال الواتساب سي عبد الغني من مراكش سي عبد الغني مساء الخير مساء الخير سيدي سعيد مرحبا سيدي الله يحفظك مولاي فرحان ملي بالاتصال الله يحفظك مولاي شوف اسي سعيد بالنسبه للائحه اللي عيط عليها خليلوفيتش راه 97% هادشي اللي كاين انا في نظري كانوا خاصين جوج رجع الرحيمي ومتولي ديال الرجاء هادو هما اللي تيبانوا ليا نزيدهم في هذيك السينه وهذوك هما اللي خصهم يكونوا وثانيين حنا دوكا في هذا الوقت هذه ما بقيتش بغينا نهضروا على المدرب ولا على التشكيله ولا حنا دوكا وراء المنتخب المغربي اللي عنده مباراه حاسمه في الذهاب في كينشاسا وملي رجع ان شاء الله للدار البيضاء نربحوا ومن بعد ما عندناش حنا جوج الحلول الاخرين راه نهار 29 اما هذاك خليلوفيتش غادي يمشي ولا يلعبوا بلادي صافي نكونوا تقصاو اولا غادي نصبروا عليه حتى نوفمبر ونبدلوا نمشي معاك الفكره الاخرى هي ديال المتعه راه السي سعيد طونكو الجمهور ما تيدخلش ويدير في راسو يتفرج بالمتعه وهو راه حتى الفريق الاخر راه ما غير حتى راه حتى لعب مزيان راه خصنا كجمهور نعودوا ندخلوا ونقولوا مع راسنا راه الا فرقتنا لعبات مزيان راه غادي نربحوا ولا ما لعبتش مزيان راه الفريق الخصم لعب مزيان وبالتالي راه يستاهل يربح ونساو التحكيم ونساو هاد الاخطاء كلها تتكون والكلمه التدخل الثالث هو اللي كنتي قلتي وهو راه ما بقاش هذيك ليزول راه دوك القاصرين يتجمعوا راه حنا تنشوفوا في الانجليز وتنشوفوا في راه تتلقى البات وحده وليد وحده مرته وحده يعني خصهم يتشتتوا راه دونك باقي كيتجمعوا بوحدهم هادشي اللي كاين غادي يبقى ديما غادي يبقى داك الصداع ونتمنى من الجمهور ديالنا يتمتع ويفهم شوف شحال في هذا الاسبوع عاد ضربوا لنا مثال شحال من فرقه خسرات في بلادها خسرات سميتها جيفونتوس خسرات اجاكس خسرات ليل مانشستر خسرات مانشستر وما ذلك مانشستر اللي بحال في ليل ورغم ذلك جمهورهم بدات احتفالات وتيمشيو لعندو تيضربوا عليه الرش لا واش حنا اش باقي خصنا تنشوفوهم كل اسبوع تنشوفوهم تنتفرجوا كلنا في هذوك المباريات ونتعلموا منهم تصفيق الفريق ديالنا ونتعلموا منهم الروح الرياضيه راه الرياضه فيها هزيمه وانتصار وراه هي فرقه وحده اللي تدي الكاس راه خصنا نديروا في بالنا بانه راه ماشي حنا اللي كاينين باش نديوا هذاك الكاس راه مره حنا مره واحدين اخرين مره واحدين اخرين شكرا سي عبد الغني شكرا لك بارك الله فيك على المداخله ديالك مشي عند السي فريد من بركان السي فريد مساء الخير السلام عليكم سي سعيد وعليكم السلام ورحمه الله سي فريد تحيه للطاقم التقني اللي صنع البرنامج بارك الله فيك بارك الله فيك سي سعيد غير بالنسبه للمداخله ديالي انا بخصوص الشغب اللي وقع في الرباط مع كامل الاسف نشوفوا هذه المشاهد وحنا البطوله الوطنيه كلها عندنا مجموعه ديال الديربيات اللي كيوقع فيهم معنا يعني مثلا مجده مع بركان تيتوار مع طنجه الديربيات ولكن نتمنى ان شاء الله هذا الشيء ما كيتكررش كما قلت انت سي سعيد الزجر ربما الناس كيدخلوا للحبس ويوليو يخرجوا ونوليو نشوفوا نفس المشاهد مع كامل الاسف حنا صراحه حتى المديريه الامن الوطني ديما كيديروا يمشيوا ويديروا ندوات على هذا الشغب وهذا ولكن مع كامل بعض المرات كتشوف دوك المتفرجين كيدخلوا باللي تخلقت هذا الالتراس هو كيوقع هذا الشغب مع كامل الاسف السي سعيد ما كناش نشوفوه بكري ما عرفناش واش مين تخلقت هذا الالتراس وهذا وش يرد عليا لا وبعد كل شيء كيساهم في الشغب شي مرات اللاعب يدير حركه لا ماشي اخلاقيه عاودي ولا كل نهضر على كل شيء على سبه وهذا هو الاشكال السي سعيد كيدخل مثلا نهضر على المباراه ديال الرجاء وبركان في الماتش دخلوا بعد الجماهير محسوبين على الرجاء دخلوا الملعب انه يقلع القميص يحاول يقلع القميص للاعب يقول له اعطيني القميص ديالك والجمهور فرحان كاين اللي داخل انه يدير شغب كاين اللي داخل يتفرج يشجع الفرقه ديالو خسرت ولا ربحت عادي نتمنى ان شاء الله هذا الشيء ما كيتكررش اما بخصوص المنتخب الوطني المغربي كنتمنى ان شاء الله يحقق نتيجه وهذاك من الاختصاص المدرب يتحمل المسؤوليه الجامعه عوده لها دور زي العوده زياج واش كاين ولا ما كايناش داك الشيء
القرار يعود ليه. نتمنى ان شاء الله الخير للمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي فريد بارك الله فيك. نمشي نختم مع السي المهدي من طنجه. السي المهدي مساء الخير. مساء الانوار سي سعيد. مرحبا. عليك الاطقم ديال راديو بليس. الله يحفظك سي المهدي. الله يكبر فيك ثقتنا فيك كبيره سي. الله يطول عمرك سي بارك الله فيك. بعجاله خليني الله يجازيك بخير اذا ما تعطيني واحد جوج دقائق الله يسهل عليك. اولا غادي نناقش معك اللائحه واحد حالي لوزيج وسبق لي اتصلت بك سي سعيد. ما كاين واش. تفضل تفضل. قلت لك غادي نعاود لك مور اللائحه. كنشوف هذه اللائحه باقي فيها العبث وباقي فيها الارتجاليه كونه انه قال اول مره غادي 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 يراهن الجاهزيه على كوش ما عنده جاهزيه شكله ما عندوش جاهزيه سامي ماي ما عندوش جاهزيه منير الحداري ما قدم حتى شي اضافه ومع شوف مع كل اسف يا سي سعد الدوق هو الصحفيين اللي كانوا كنحترمهم اللي كانوا في الندوه الصحفيه ما قدموا له ولا سؤال محرج ولا سؤال محرج ما حلوا اللي كان في قلبي انا اللي يمكن يشوفوا الغالي ديالي فبالتالي ما عرفتش انا كنتمنى من الله دابا كلنا وراء المنتخب الوطني نجندوا يعني الصحافه واعلام ويعني وجماهير وكل شيء ان شاء الله باش نحقق المبتغى ديالنا الا وهو يعني التاهل بغض النظر على سفيان الرحيم اللي كان مكانته لا تناقش مثلا اشرف داري مثلا جواد اليميق زهير في الدار والقائمه الطويله سي سعيد على اي غادي نمشي لك للجماهير سي سعيد الله يجازيك بخير. شوف غادي نقول بعض الناس اللي ما قادرش يربي يتوقفوا على الانجاب راه كارثه ولا لا لا غندخلوا في شي لا غندخل ندخل لا لا الله يسرك. لا شوف ما كاين شي واحد تيقول بان غندير الانجاب واللي غيخرج خايب راني هضرتي معاه غيقول لك راه شوف الاخوان كاع هادو الناس اللي دابا اللي هادو مقبوطين اللي هضرتي معاه تيقول انا ولدي مربي ما عرفتش ما عرفتي علاش دار هادشي هذا او علاش ولا غير تظلم راه ما كاينش يقول لك ولدو دار هادشي هذا. والله يا سي سعيد الحوايج اللي شفناهم يندى لها الجبين. متفق معك متفق معك انا متفق. شوف انا غير تنقول واحد القضيه ديال انه انت اش قلتي واحد الكلمه اللي كبيره ديال انه يتوقفوا على الانجاب. شكون واش كاين شي واحد ينجب باش نقول باش ما قدرش يربي والله يهدي وراه هي راني عارف لا واش كاين شي واحد يقول انا ما قادرش نربي هذه ما دير. شوف هذه راه الحياه هذه ديال الانسان المصورنا ديال الكنيسه المصوريه نفس السيستم بحال نفس الشيء شوف للاسف احنا عامين سي سعيد الله يجازيك بخير عامين وحنايا كنتظروا يعني بكل شغف بكل حب الملاعب ديالنا نفتحوا الملاعب ونحضروا ونشجعوا بطريقه. شوف جمهور جيش الملك كاين كنعرف ناس هنا في طنجه كنعرف ناس المستوى العالي كيشجعوا يعني بكل روح رياضيه ما كاينش هذا الدغين وهذا الحقد حتى يوصل بينا اننا شي نهار نصبحوا في شي حاجه خطيره. نتمنى من الناشط الجماهير المغربيه انها تحل بالمسؤوليه والروح الرياضيه وكذا كنتمنى من الجامعه الملكيه المغربيه وسبق لي قلت لك السي سعيد تمنع الديبلاسمو تنقل الجماهيريك خصها تمنعوا باش ما نوقعوا في اصطدامات. وإلا سمحت يا السي سعيد معايا واحد الشخص بغى غير يشكرك الله يجازيك بخير سي بلال الهوي راه متبعين ديالك بغى غير يشكرك الله يجازيك بخير. تفضل سيدي نعم سيدي كنشكرك بزاف وحصل لي شرف. الله يحفظك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. واحد الهرم من الاهرام. الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. معك الافراح والاقراح مع المنتخب الوطني. الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك. الشكر ديالك وصراحه وكنشكرك بزاف. الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك. هذه شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك. غندير واحد القراءه في بعض الاخوان ديال الفيسبوك. انا نقرا ما عنديش اشكال في سي سعيد تيقول ديك القضيه ديال جميع الفرق استفدت راه خطا عندك هذه الفكره. علاش خطا دابا الفرقه من بعد ما تتظلم وصافي تظلم صحيت استفدت شي حد اخر راه هذا هو الفهم. يمكن عندي فهم ما تعرفين بالله وقيله مثلا انا فريق ديالي منتصر فعلا ارادت ما عرفتش ضربت لي ضربه غير شرعيه وهدف من تسلل هذا ما كنعتبروش استفاده لان فريقي منتصر اصلا محتاج شيء الاشياء الغير الشرعيه هذوك الحكام اللي كيعملوا هذا الفعل. انا تنذكر معك على المباريات اللي استفدوا منهم فرقي وتغيرات نتيجه المقابله وتحسم بها لقب او نزل بها فريق او بقى بها فريق للقسم الاول ماشي ضربه خطا ولا ارجو عادي ما لا انا تتحدث مع عن 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 المعرفه بنتيجه حسمت باخطاء وما تنقولش بانه الخطا داروا الحكم لانه عيط له فلان تنقول غلطوا حكام ما كان شايل الفار والناس ظلمات هذا هو القصد ديالي انا الخطا ما واحد ربح 4-0 وغنقول الخطا هو ديال 5-0 لا سمح لي ما ماشي هذا انا ما ما
تنحاول ما نغلطش. علاش؟ لانه انا لما تنتكلم دابا غير باش نسهل عليك الامور الاخوان باش يفهموا، راه ملي تنهضر على شي دا داير بحساب شي ناس يفهموا خير مني. اذا تندير الاحتياط، الكلام اللي تنقولوا تنقول الناس اللي ماشي فاهمين خير مني وعاشوا هذه المرحله قبل مني وعارفينها بالتدقيق، وتنعرف اش تنقصد، حيت ماشي انا هو الراس ديال 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 المعرفه، لا، كاين الناس اللي عارفين الكره قبل مني وفاهمينها وحاضرينها وعايشين هذا الشيء هذا وكانوا مسؤولين وعارفين هذا الشيء هذا. اذا نتكلم انا من باب انني ما نكونش عاوتاني الى مشى هذا السيد هضر وقال لا، الى جا هذا السيد وقال لي انا فلان بالفلان وراك غلطتي فاشي، غنقول له غلطت، حيت انت اللي عندك الحق الحقيقه، حيت ماشي الحق ماشي عندي انا، تنهضر في امور اللي تنعرف، اما اللي ما تعرف شيء ما تنعرف شيء. سي محمد ان شاء الله الفوز في الكونغو ان شاء الله، حنا ما كاين حتى مشكل يعني، دايزين ان شاء الله، خاص اللاعبين يركزوا يركزوا، لانه شوف حتى ذاك اللي تيقول لك بانه انا باغي شي المغرب يربح، لانه شوف انت الا انت انا مقلق على واحد، شوف ديروا كفه، الا انا مقلق على مدرب ولا على رئيس ولا على شي حاجه وبغيت المغرب يخسر، شنو ندير؟ ما كاينش في الميزان ما تتوازاش، لا ما كاينش ملا، ما فيهاش، ما عندها حتى شي، ما عندها تبرير، ولكن كل واحد عنده الحق، عنده الحق يقول اللي بغى، ما كاين حتى مشكل. انا في نهايه المطاف انا بلادي اللي غتاهل، ماشي شي واحد اخر، يعني كل شيء فايت، المدرب فايت، الرئيس فايت، اللعابه فايتين، يعني الصحفي فايت، الجمهور راسو غايفوت، غايجي واحد نهار غيبقى المغرب هو اللي كاين. اللي هو مهم ماشي كامل هو التأهل كأس العالم، اما الهضرة ديال علاش هذا جا هذا ما جاش، ما عندنا ما نديروا بها اللعبه، شوف انا متفق مع الهضره هذه، وكنت نقول دائما في الاول انه ما كرهناش يكونوا اللعبه ديالنا كاملين، ولكن الا عطى الله هذا صافي ما كاينش شيء، واحد يقول انا عيط لهم، الاخر يقول ما كاينش شيء، وكل واحد شي يقول، واحد يمشي لي واحد يسافر لهم، دابا نسى هذا الشيء هذا. 25 قربات شكله وما سينا ما قاصوش الكره في كاس افريقيا، ما شكله الا دخل دار خطا ديال الهدف ما كاين حتى مشكل، تشكيله ضعيفه في حاله تاهل غتكون مفاجاه. ما شوف واحد 11 لعابه مزيانين، شوف راه كاين اشكال في اللعابه ديال الاحتياط، راه ماشي اللعابه الاساسيين، كان هذا مشكل في الظهير الايسر، ما اللعابه الان انا بالنسبه ليا يحيى جبران في وسط هذوك غادي يخلق واحد التوازن الى دخل في المقابله بحال اللي تيلعب مع الوداد، لعب مزيان انا تيظهر ليا ما عندي اشكال. صحيح سي سعيد الخروج من الملعب يجب ان يكون في هدوء بدون مشاكل، ما هو اللي قلت عليه هذاك السيد اللي كان قال بانه بين الخروج من المسجد تنخرجوا من الملعب بحال المسجد، راه تيتحدث باش ما نكونوش حنا كمن جهال، راه تيتحدث على العنصر البشري، ما تنتحدى قانوش الملعب بالمسجد، هو يتحدث تنخرجوا حنا بحال كنا في المسجد، حنا يعني ان البشر الانسان اللي تيتحرك بسكينه، ماشي قلنا بانه الملعب بحاله بحال المسجد، لا ابدا حاشا، هو تيقول لك حنا كنا تنخرجوا بحال كنا في المسجد، بمعنى انه الهيئه ديالنا فيها واحد الوقار كبير وكبير جدا الاحترام، ماشي راه حنا كنا في المسجد، كانوا تيغوتوا، ولكن هو كانسان بمعنى انه متحلي بالاخلاق اللي خص يتصف بها المسلم، حيت المسلم الدين هو المعامله، وهذا الشيء راه فيه تعامل، لما غتخرج وغتركب بلا صداع بلا هذا، ماشي ما تقدرش نعطي الدروس، لانه انا تنهضر غير شي حاجه اللي تنفهم، انا ماشي استاذ ولا انسان عادي جدا، يعني حتى الثقافه ديالي محدوده. لست مجبرا على رد بعض التعليقات، انت غني على التعريف، شكرا للصفاء. لا وقيلة ماشي تنبغي تحاور مع الناس اللي يمكن اللي غيمكن ما فهمش هاي ولا ما عرفش هاي، ما فيها باس، لانه الانسان يمكن شي كنت يتكلم بهذا الشكل هكايا وتخليه، لا حيت التعليق يمكن خصوصا انه الانسان تيبقى يعاود التعليق مثلا 6 و7 و18 مره تيعاودو، تنقول ما كاين مشكل يعني نفهمو، الى بان له ما هادشي هذا من الاحسن، الى بان له حتى شي حاجه ما غتعجبو، علاش تيجي من 3 من 2 هو تيكتب إيه؟ انا اي برنامج، انا بنعطيك مثلا في التلفزيون تبغي تشوف شي برنامج، عندي برامج محدده، البرنامج اللي ما تيعجبنيش ما تشدوش، ما تشعلش التلفزيون نهائيا، البرنامج اللي في الراديو ما غيعجبنيش ما نسمعوش نهائيا، ما يمكنش يبقى انت تشوف برنامج
باش ننتقد. علاش؟ لانه كل ما كان يشدني شي حاجه ما غنسمعوش، لانه هذه معروفه. ما يمكنلكش تمشي لواحد الفيلم وانت ما عجبكش الممثلين، غتمشي تشوف فيلم انك عندك واحد ممثل. ما يمكنش تمشي لواحد المسرحيه حيت انت عارف فيها ممثلين كبار وتقول ما عندك غنمشي باش ننتقدوا، لا غادي باش تفرج فيه. اذا اللي تيتفرج وتينتقد وتيشوف تيشوف البرنامج لانه عاجبه البرنامج وبغى ينتقد، يمكن حيت نتفاعلوا معه ما كاين حتى مشكل نتفاعل مع اي كان، حيت التفاعل مع اللي تيشكرك ما كاين حتى مشكل، تنتبادلوا الشكر. علاش؟ لانه هذيك قناعه. واللي تينتقد تتقول واحد المناسبه باش نفهم له بعض الامور، يمكن تيجهلها، يمكن مع الوقت يمكن غيوعى ويقول في حقه، ولكن ما الكتابات ديالي كلهم في امور ديال اللي خارجه. وثانيا ماشي انا بوحدي تنقرا، ترى قال الاخوان اللي تيكتبوا راه تيقراوا هادشي هذا. سي سعيد سماسيرا اسئل المنتخب. شوف شوف الا كاين سماسيرا راه يسئل المنتخب. انا ما نكذب عليك، انا والله ما تعرف اش سماسيرا، بالله ما انا نقسم لك بالله ما تعرف واش كاين سماسيرا. انا الفريق الوطني اللي عهدي به اللي كنت نعرفه حتى الاخر ديال 2006 ما كنتش نعرف لا كاين سماسيرا، تمشيو مع الفريق ونجيو ناشطين خاسرين رابحين وانتهى الامر. ما هادشي ديال السماسيرا لي جون جوور وهادشي هذا، هادشي هذا كثير عاد الحمد لله اللي ما عشتي في هادشي هذا. ما كنا تنطلعوا بهذا ونهبطوا هذا ونهضروا مع مدرب ونهضروا مع حكم، ما كنا بعاد كل تيأدي الدور ديالو بعيدين على هادشي هذا. الا غندخلوا دابا في هادشي السماسيرا الله يعاونهم، اللي عارف شي سمسار يقول ماشي يقولوا يعني غير هكا السماسيرا. انا ما عارفش يمكن حمد الله مظلوم. دابا كلشي كيدير رايو بريء، ولكن بصراحة شحال استفدت الرجاء والوداد المسؤولين، ولكن كل واحد يدافع على الفريق ديالو كيدير راسو بريء. شوف انا هذا موضوع هضرت عليه صافي، كلشي استفد الفريق المغرب كاملين. غير وغنزيد واحد القضية، راه الاستفادة فيها وفيها، راه كاين اللي استفد وربح مقابلة بخطأ تحكيمي، والناس يحسبوه بأنه بناء على تعليمات من شي واحد ولا شي حاجة ما كاين حتى مشكل، ولكن اللي كان تيحتل الصف تسعود ولا تيحتل ثمانية. وكاين اللي استفد من الخطأ اللي دا به مثلا شي حاجة أو بقى في القسم الأول، إوا شي راهي قريبة راه كاين أخطاء تحكيمية بقاو بها فرقي في القسم الأول وفرقي طاحوا. إوا شنو تما نقولوا هادشي مسؤول وما كاين لا مسؤول لا والو. داكشي راه داكشي مشبك داكشي باش نقولوا ودي بأنه أنا ما تنبغيش ندخل راسي في هاد، حيت إلا مشيت واحد النهار وقلت بأنه هاد المسؤول هو اللي دار هادشي راه خصني نرجع للور، نرجع نجيب التاريخ كامل ونقول ودي لا العام فلان فلاني اللي كانت فيه البطوله عند فريق فلان فلاني ردوا البطوله لانه هذا هو اللي اثر عليها، وغادي كل شيء غادي نردوه حيت انا ما عنديش دليل مخلي كل شيء على انه هذه اخطاء تحكيميه وصافي. سي سعيد الاختلاف على لعاب على لاعب ماشي هو الاختلاف على الرام ديال اللاعبين. المدرب كيقول انا خاصني اللاعب الجاهز في اللائحه، كنلقاو لاعبين ما كيلعبوا شيء اصلا في الفرق ديالهم خارج اللائحه، كنلقاو لاعبين متالقين. راه حتى انا متفق معك، واش انا نقول لك لا انا متندافع عليه، وانا كنت نقول في نهايه المطاف هادشي اللي عندنا هادشي اللي عطانا هادشي اللي كاين باش غنجاوب. انا قلت لك يعني التعليق ديالك انا قريته ياك وانا متفق، ولكن شنو غندير اخو في نهايه المطاف؟ شنو غندير؟ ما عندي ما ندير، لان اللي غندير هو انا نقبض داك اللائحه اللي عندي وغنقلب نحاول نخرج منها واحد 11 ديال اللعاب، شكون اللي يكون صالح ليا في الكونغو وشكون اللي يكون صالح ليا هنا. في راه يمكن يكونوا لاعبين صالحين في الكونغو ما صالحينش هنايا، لانه الكونغو بدائيين خصك ديرها بحدين اللي على الاقل عارفين داك الاجواء ديال الكونغو بدائيين، خص الناس تكون داخله بهذا على اساس انه هذا الكونغو هذا الملعب اللي يلعبوا فيه على الاقل يلعبوا فيه مره وجوج ثلاثه يكونوا عندهم فكره. شوف الإخوة ديال الواتساب كتار. سي سعيد معك حسين بيضاء، فريق الرجاء أكثر فريق تعرض للظلم عبر التاريخ، لا محليا ولا قاريا، هذه حقيقة عليك إخبار الناس بها. كاين اللي زاد 5 ديال البطولات، لا هذيك قضيه ديال زيد 5 البطولات في التاريخ هذيك مساله ديال النقاش، اي تناقش. حنا تنذكروا على يعني الحالات اللي ربح فيها فريق بطوله ولا ربح بها البقاء في القسم الاول ولا تاهل بها لنهايه كاس العرش او شي حاجه اللي هادشي كاين كثير. تقول لي بانه الفريق ديال الرجاء اكثر، يقول لك اودي ما كاين حتى مشكل، يجيك فريق اخر ويقول لك لا جي نحسبوا
لا عطيني الحسابات حتى الى غتذكر ليا على الرجاء غتذكر من التاريخ ديال اللي عرفتي نتايا الكره. كاين واحد اللي غيحسب الكره من 57 ويقول لك ها فين تظلمت ها فين تظلمت وها فين استفدت. ان غير ان اللي غيقول لي تظلمت يقول لي اعطيني المقابل داك الشيء فين الاستفاده. انا يعني قدام كل خمسه ديال الحالات ديال الظلم اعطيني واحده ديال الاستفاده ما باش نسهلوا الامور. ما عدا اللي غيقول لك اودي لا انا تظلمت في حياتي ولا مره الحكم عطاني شي حاجه. هنا غادي نكونوا تنديروا شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك. الاوروبي ما بقاش يزول في ملاعب ثلاث الامور عندهم. سلام معكم الحسن من اكادير. اظن ان موضوع زياز تعطى له اهميه كبيره كفى من هذا الموضوع. صراحه هناك لاعبين يستحقون اكثر مثل سايس مايي حكيمي بوفال. شوف الاسماء اللي كاينين بعدا الاسماء اللي تنعرف انا يعني الفريق اللي تنتخيلو ممكن يكون مزيان الا ما كانش مزيان سوء يعني سوء التركيبه ديال المدرب او الطريقه باش يلعبهم شي حاجه ماشي هذيك. ما بوفال مايي هادو اللعابه كلهم هادو هذاك شاعر تحس بانهم الناس عندهم الكره في رجليهم ولكن الا ما لعبوش ولا نقصهم يعني التنافسي هذا مشكل ديال المدرب. اما بالنسبه للدفاع تدري كلهم تيلعبوا حكيمي تيلعب سايس تيلعب اكر تيلعب ماسينا مره يلعب ما يلعب شيء ما عرف. المهم هنا فين باقي عندنا ديك النقطه اللي وانا تنقول بانه التعيطه ديال 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 عطيت الله يمكن في هذا الباب ممكن يشركوا علاش على الاقل لعب في الكونغو عارف لاعب على المستوى الافريقي ممكن يشركوا في المقابله وتنظر بانه ما يخايبش اللعاب انا اللاعب تيكون كويره تيعرف يحصل الكره برجلو ما تخافش منه ما عطيت الله ماشي خايب وماشي عاد اليوم تنقول عطيت الله حيت انا تنقول بانه اللاعبين المغاربه فين ضايعين عطيت الله ولا هذا ولا الحسوني براسو ولا هذا اللي مزيان اللي في الرجاء الوردي ماشي هذا الوردي هادو تيلعبوا مباراه مزيانه ويجيوك مباريات اخرين عاوتاني تلقاو فريق تيلعب دفاع 90 تيبقاو لاعبين بوحدهم. تنقول بانه خص الريتم ديال المقابله باش يخرجوا داك اللعابه المزيانين يخرجوا منهم الامكانيات ديالهم. راه هذا هو اللي تنطق على الايقاع ديال المقابله. والمدرب ما تيقول بانه ما تيلعبوش كره القدم ما تيقصش بانه ما تيعرفوش يلعبوا تيشوف بانه حتى هو تيتفرج بحالنا وبحال تنتشكاو تيشوف مقابله لعبه تتلعب قسم ويقصوا 5 دقائق يلعبوا قسم يقصوا 5 دقائق هو هكا غيفكر تيقول لي راه ماشي كره. وحتى انا تنقول هذه ماشي كره القدم وما غايقولش بان اللعبه ماشي كويريه تيقول الكره اللي تلعبوا ماشي هي هذيك انت غادي وطيح راه هي هذا هو القصد. راه ماشي القصد بانه اللعبه ماشي كويريه لا انسان يعني يرد البال شنو تيتقال راه ما تيقولش ماشي كويريه لا 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 ابدا ما يقولش ماشي كويريه ما تندفع عليه حيت هذا الكلام انا تنقولها حيت انا تنقول انه كاين بعض اللاعبين ديال البطوله الوطنيه بامكانهم يكونوا مزيانين ولكن الايقاع باش تلعبوا ما تيعطيكش انك تاخذ فكره على اللعب. يمكن جبران عندي من حسن حظه انه هاد الايام تيلعبوا مباريات مع الزمالك ذهابا وايابا ولعب مباريات اخرى ديال كاس افريقيا بينات له بانه الراجل بامكانه يعطي. ومن سوء حظ الحسوني انه ما كيسميه ما ماشي مزيان ماشي 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 ماشي, ماشي بحال اللعب اللي فات. وهذا الورد يكون ما تصابش كان ممكن يكون من الناس اللي يعيطوا علاش انه واحد دار مباريات مزيانه في بدا تيبرز في وسط اللعبه ديال الرجاء ماشي بحظوظ. ايوا الكره راه حظوظ راه كاين اللي تختار باش يمشي للفريق الوطني هو اللي تيتهرس ولا تيتصاب يعني راه كاين شي جريمه يلعبها في مجال كره القدم. طبعا كان بزاف انه نتناقشوا مع الاخوان ولكن على كل حال حنا تنتعاملوا بكل روح رياضيه وبشفافيه مطلقه. الهدف ديالنا هو انه نديروا واحد الاسهام في المجال الرياضي والتواصل مع المستمعين. يعني التغافل على المستمعين هو يعني انسان ما تيكونش يقدر المهنه اللي تيشتغل بها. ولهذا فحنا تنحاول نتجاوبوا مع المستمعين كاملين وبكل روح رياضيه. طبعا كنا بغينا نذكروا على يعني المستقبل اللي هو المباراه ديال غدا ولكن حتى شي واحد بغى يهضر على الشيء الفائت وحنا نبقاو نذكروا دائما على الامور اللي فاتت والمستقبل نخليوه يعني نخليوه حتى الاثنين ان شاء الله ونتذكروا على المباراه كيفاش جروا الفرق ديالنا ومباراه ديال كاس العرب. شكرا لكم الى اللقاء.